شيش انا احلى انا يا كبير. والله اخي انا مش فاهم، اسافر وارجع علي البلد حالا اتشقلب بالمنظر ده. انا اللي مش فاهم، انت اللي رجعك، ما كنت خليتك يا اخي، على الاقل كنت شدتني معاك. والمصحف هناك زي هنا، يمكن هنا احسن كمان. ليه بقى ماسك اخوك اهو قاعد وقلع الدولي؟ قول لي يا ميم، انت كلمتوني صحيح ولا ايه؟ برضه عشان اخلص بقى من الحوار ده. اوه يعني انت لو كلمته دلوقتي هتلاقيه نطط في الطياره يعني؟ بعدين اكلمه لك بعدين. كل حاجه بعدين. في ايه يا عم؟ ايه يا ميم؟ مش عايز تخدمني ليه؟ يا جدع افهم. اي هاف نو لايف، اي ليف ان دارك هير. دارك؟ انا عارف انت هتغير رايك في يوم وليله. لا طبعا، نو واي يا معلم، نو واي. يا جيبو رايق. يا نصر، ايه اللي ماشيك في نص الليل كده؟ كنت بجيب حاجات. يا ده احنا مش قلنا مفيش نزول بالليل؟ امال اخلي اختي هي اللي تنزل بالليل ده؟ جدع نصر، راجل يلا راجل. طب لما تحب تعوز حاجه بعد كده قول لي النحله يبعتها لك على البيت. ماشي. طب فكك من الكلام ده وعلمني حركه جديده. يا ده مش لسه معلمك حركه، احفظها الاول. طب انا حفظتها صم. خلاص بعدين بقى عشان دماغي ما تدوش. بكره بكره. ماشي بس بكره خليهم حركتين. يا تبطل لما ده بقى طير. يلا يا ده على البيت. ماشي. يا عمنا بقالك ساعه مقعدني وبتحكي معايا في كلام ملوش عايزه، في ايه؟ من غير لا لف ولا دوران. الموضوع اللي بينك وبين امك ده مش هيبقى له اخر ولا ايه؟ وايه لازمته الكلام اللي بينرفز بقى يا عم ياسين؟ ايه هو ده اتنرفز مني ولا مش القصد؟ بس انت عارف ان انا ما بحبش احكي في الحوار ده. اسمع يا نصر. اسمع انت يا عم ياسين. الكلام اللي كانت بتضحك بيه عليا وانا عيل صغير ما ينفعش تضحك عليا بيه دلوقتي. انا عايز اعرف ابويا مين؟ ما ينفعش واحد زي الشحط زيي ما يبقاش عارف حاجه زي دي. يا واد الكلام ده اللي انت بتقوله ده، ما هي قايله لك بدل مره ل10 وخلصت من الموال ده. ولا انت تغيب تغيب وترجع تنكش فيه تاني؟ ويا ريت بالادب يا اخي. وبعدين هي بتشتكي لك بتاعي، انا اتكلمت معاها بالهداوه، هي اللي عصبتني لما ردت عليا. عصبتك؟ هي بقى يوسف دمك يا ابني. امك سابت راسي زمان علشان خاطرك يا يوسف اللي بتاكل منه عيش. انا ما بتكلمش يا عم ياسين في انها سابت الشغل وما سابتوش وقصرت معايا وما قصرتش. انا حاسس ان انا ابن حرام ماليش اصل، ما اعرفش ابويا مين. ما مكتوب في شهادة الميلاد ده يبقى مين؟ قول لي انت يبقى مين؟ ها؟ قول لي. تعرفه؟ شفته؟ قابلته؟ شفت حد من اهله؟ بلاش. لو كانت متجوزاه فين قسمة الجواز؟ ولو كان مات فين شهادة الوفاة؟ فين أي ورقة تثبت إن أنا ابن حلال؟ ها؟ احنا نضحك على بعض يا عم ياسين، ما احنا اللي فوق سوا. ولا أنت ناسي؟ ناسي العيال زمان وأنا في الحركة وبينادوني يقولوا لي إيه؟ ها؟ نسيت؟ ما نسيتش يا يوسف. بس عايزك تفتكر انت كمان ان انا ياما قلت لك يا ابني ان امك دي اشرف واحده في الدنيا، وان ابوك هو اللي سابك وطفش ومش عارف انه طريق جره وخد معاك كل الورق اللي كان ممكن تخزق بيه عينيك دلوقتي. بعدين يا ابني انا ماليش مصلحه علشان اكدب عليك في حاجه زي كده. انت بقى شيطانك بيلعب بدماغك، مش عايزك تصدق في اللي موضوعك. انت حر. فل يا يوسف. يا رمضان جبت الحاجة؟ لا جاي اشمها هوا. انا ناقصك يا خفة يا عم الحاج. الفرق الوحيد بين هناك وهنا ان هناك بتعمل حاجة بتلاقي قصادها حاجة. هو ده اللي انا عايزه، لما اشتغل الاقي نتيجة لشغلي. ابو مايا بالحتة بتاعتك. هو ده الكلام. الله يسأل له. يا اوعى يا انا احلى. انا يا كبير. وفي الدوشه اللي جوه دي؟ مش هقول لهم ماتش حريمي، انما ملاكمه. ملاكمه جامده قوي يا كبير. الحريم بص بتقطع في بعض. ايه بقى؟ ايه اللي منزلك متاخر قوي كده؟ الواد نص قال لي انك لسه قاعد على القهوه، فقلت الحقك قبل ما تروح الشغل. افرضي رحت الشغل ولا حتى اجزت، ايه؟ مش ترني لي قبلها؟ قلبي قال لي اني هلحقك وما تضحكش عليا زيك. قولي لي بقى. قلبي قال لك ايه تاني؟ قال لي بحبك وحشتني ونفسي انا وانت بقى نتلم في بيت واحد واحس بحضنك بيحميني. تحس بايه؟ احس بحضنك بيحميني. قولي لي يا بت، هو انت بتحلوي زياده كده بالليل ولا انت كده طول اليوم؟ انا كده طول اليوم يا اخويا، بس انت بقى اللي مش واخد بالك وانت ماشي. انا قايل الادب. لا يا اخويا ما تقولش على نفسك. اسمعي بس، انا قايل الادب. لا يا دي يا بت افهميني، انا قايل الادب. ما انت سيبك بتكال، ما حدش في الدنيا دي يمنعني غيرك. هو اللي قال لي انها سهله تتشقط عادي يعني. نديم حرام عليك، انا عمري ما خنتك. انذار. هو انا ذنبي ان ابويا كتب لي كل حاجه باسمي قبل ما يموت؟ انت طالع عايز خبر في كل الجرايد بكره ان انا ورشا انفصلنا. ايه؟ ابوك عايز يشوفك يجي لك لحد عندي. فيها يعني ما اقول لك كلمتين في جنبها يمكن تحس؟ انا اصلا مش عايزه اروح له تاني. شيل الست دي من دماغك عشان نعرف نعيش. من
وجود البنت معاك وانت في الحالة دي مش كويس عليك ولا عليها. يعني لوجي بنتي؟ والله هما بيقولوا في تحليل علمي للموضوع ده. ده اللي هو ايه؟ ده جافيب. لا تقوليلي اللي مش موجود لاني عارفه ان موجود. يا فندم انا بتكلم معاك بعد اذن حضرتك. بعد اذنك معايا. مش معنى اننا طلقنا انك تلغي الشغل اللي بينا يا نديم بيه. انا ما عنديش معلومات ان في ميعاد مع حضرتك. هو مش في عقود يا باشمهندس؟ ولا نسيت حضرتك؟ لو سمحت تتفضلي وبعدين تاخدي ميعاد. مش هتفضل. والهانم اللي جايه تستغل الموقف وتنط على شغلي بالطريقه دي هي اللي تطلع بره. انا اسف جدا. اتلمي واخرصي. مش هخرص شغلي وبدافع عنه، ولا هو لا بيت ولا شغل. ايه يا ملك هانم؟ محدش علمك ان عيب قوي تنط على شغل حد تاني بالطريقه دي؟ انا اسفه. مدام ملك. انت هتجري وراها ولا ايه؟ اسمعي بقى. تفهمي ان علاقتك باي حاجه تخصني انقطعت. وياك تستجري تعتبي المكان ده تاني. حركاتك اللي بتعمليها دي مش هتهتني. انا في عصك تحت جزمتي. تبعدي بالاميال عن اي حاجه تخصني ده لو ليكي كرامه. فاهمه ولا لا؟ علي صوتك اكتر وخلي موظفينك يسمعوك، وانا هقول لهم اتطلقنا ليه. ولا اقول لك خلي البوليس هو اللي يقول لهم. دبلتي اللي عليها اسمك نسيتها هناك. انت مجنون يا رامي؟ كنت عايز نقعد بعد الطرد والبهدله والكلام السافل اللي قالته الزباله دي؟ وبعدين دي واحده جايه ومتمليه وعارفاني كويس وعارفه انا جايه ليه. من الاخر حد مقريها اللي بيحصل. مالك اديني فرصه. طيب وانا هكلم اميره بفهم ايه اللي بيحصل. اوكي هكلمك كمان شويه. باي باي. لما دخلت المشرحه عشان اشارك في غسل امي وتكفينها جات لي حاله. فضلت اصرخ اصرخ واقول لهم محدش يلمسها، امي عايشه ما ماتتش. بعد كده ما حسيتش بالدنيا، وقعت من طولي. ولما فقت لقيت نفسي في المستشفى على سرير ومعلقين لي جلوكوز. لما سالت على امي قالوا لي ماتت واتدفنت من يومين. بس يعني اكيد اهلك جابوا بالواجب. انا يا اهل فيهم. انا امي مقطوعه من شجر، وعشان كده اهل ابويا ما كانوش راضيين بجوازه منها، كانوا متبريين مننا. برغم ان هم غناي ومعاهم ملايين عمرهم ما فكروا يبعتوا لها 1000 جنيه عشان تصرف منها كل شهر ولا تاكل حتى منها. امال مين اللي دفنها؟ اهل الخير دفنوها في مدافن الصدقه. طب ما انا ابويا اتقتل قدام عيني وما خدتش عزيز لغايه دلوقتي. ربنا يخليك بكفايه نغم. بقول لك ايه؟ ما تيجي نشرب سجارتين يخرجونا من المود ده. انت معاك مخدرات؟ مخدرات حد الله، دي حته حشيش لقيتها تحت السرير. حته حشيش لقيتها تحت السرير على اساس انها يعني بزراعه وحشيش تحت السرير. امسك. امسك يا دين. احنا مش ناقصين نكد. قول امسك. امسك شباب. مين؟ بقول لك يا شفيق. اخبار الواد طلعت ايه؟ ولا اعرف عنه اي حاجه، فص ملح وداب. هيروح فين يعني؟ ما هو هيرجع يعني هيرجع. جرايه طالبه، انت مهتم بالواد ده قوي ليه؟ ما ان شاء الله عنه ما رجع يا اخي. انت قد هتفضل خايب كده على طول؟ الواد ده مكسب، ومكسب كبير قوي كمان. يا عم مكسب في ايه بس؟ ده عيل سيس ولا ليه اي لازمه. جرايه شفيق، هو انت اللي بتشتغل عندي ولا انا اللي بشتغل عندك؟ انت تقب وتغطس وتجيب لي الواد ده من تحت تقطيق الارض. فاهم؟ عفا عليك. كنت فين يا زينب؟ طب خش دلوقتي وبعدين نتحاسب. في يا طالب؟ انت هتترسم عليا قدام صبيانك ولا ايه؟ وبعدين يا اخويا انا مش صغيره، ولما تحب تسالني سؤال زي ده ما يكونش حد غريب موجود. الله يسامحك يا ست زينب، انا غريب برضه. ده انا وطالب اخواته متربيين سوا. بعيد عني يا اخويا. طب خش دلوقتي. انا اعرف اخليك تكلم اخوك الكبير ازاي؟ هتشوف يا زين انا اعمل فيك ايه. ماشي. اللي احنا كنا بنقول يا طالبه؟ كنا بنقول نتمشى في رنج يا حبيبي. يلا. ايه يعني مهوينا؟ يلا بابا. ماشي يلا شفيق. ماشي يا طالبه. يلا حبيبي. تقول ايه بقى بت؟ ايه
وبعدين يا جدعان في القرف اللي احنا فيه ده الهم بقى كتير يا جدعان، كلها تعبانه ومش لاقيه اللي يداويها، كل واحد عنده مشكلته اللي مكفياه. وبعدين يا جدعان وبعدين اخرتها ايه يعني؟ ابويا محبوس ومعيش فلوس كفالته، مش عارف اخرجه. طب ده ينفع ده؟ ابويا انا؟ ابويا اللي ما بياخدش اكراميه مش رشوه يعني، يتحبس في قضيه وقضيه رشوه ومعهوش فلوس يخرج كمان بكفاله؟ الله ينعل ابو الفلوس، الله ينعل ابو الفلوس اللي بتخلي بني ادم رخيص. عايز افهم ازاي الفلوس هي اللي بتتحكم فينا، اللي بتخلينا بني ادمين او مش بني ادمين. انا عايز افهم، ما حد يفهمني. مش لما نبقى نفهم احنا الاول؟ انا ابويا اتقتل ليه؟ لمصلحة مين ان ابويا يموت؟ كل ده عشان حتة كرسي في مجلس الشعب؟ كل ده عشان الفلوس والسلطة والعزوة؟ ايوه طبعا، كل ده عشان الفلوس والسلطة والعزوة. امال انت فاكر يا ابني؟ امال الدول اللي بتحارب بعضيها دي بتحارب بعضيها ليه؟ مش عشان الفلوس والسلطة اللي تجيب الفلوس؟ امال انا اعمل ايه؟ انا رحت جبت حتة الحشيش وقلت يا واد امشيها بالحلال وقطع زي ما بتجيب زي ما بتطلع وامشي جنب الحيط. راحت حته الحشيش وشكلي هتعلق على باب الحاره من المعلم، مش عارف اعمل ايه. هي الناس يا جدعان اللي بتحب الفلوس دي وبتجمعها، عشقة الاصفار ولا حبة الفلوس جنب بعضها ولا مالها؟ ما يسيبولنا بقى، مش عارف اعمل ايه. ما احنا مش ينفع يا جماعه اللي احنا فيه ده، صح يا دكتور؟ احنا لازم نجيب فلوس. معاك حق، لازم نجيب فلوس بأي طريقة. الفلوس هي اللي هتحل لنا كل مشاكلنا. احنا عارفين طبعا ان الفلوس هي اللي هتحل كل مشاكلنا، ايه الجديد يعني؟ المهم هنجيبها ازاي؟ نجيب الفلوس ازاي؟ نسرق يعني؟ الله، نسرق يعني؟ هنشوف حد من البهوات الكبار اللي مكنزين فلوسهم في البيت ونروح على الفلوس دي نستعيرها ونصرف بدل هو مش عارف يصرفها. نسرق؟ نبقى حرامية؟ ايه يا عم، انت هتحبس التعريض يالا؟ بتحبسنا ولا ايه؟ ده احنا في بيتك. نبقى حرامية؟ حرامية ايه يا عم؟ قصدك نبقى بهوات؟ لا، عنده حق، معاه حق فعلا. اهو الحرامية في الايام دي هم البهوات، هم كل حاجة. انتوا بتتكلموا جد ولا ايه؟ انتوا اتجننتوا؟ وليه لا؟ يعني ايه وليه لا؟ انا يمكن اوافق على العجله دي وما توافقش ليه يا جبل؟ هي خبطه واحده وكل حالنا هيتعدل، مالك؟ والله انا ما عنديش مانع، انا كل اللي خصني في الليله دي الكاشات، كتاكيت. عايز اخرج ابويا من المحنه اللي هو فيها، بس لو حد شافنا هنروح في 60 داهيه. ما هو ده بقى الكلام، الغلطة في الموضوع ده بفورة. جرايه يا اخواني، انتوا خلاص بتخططوا لسرقة؟ خلاص بقى انا حرامية؟ ايه الحشاشة الفيستك دي؟ انت ايه رأيك يا ماجد؟ انا عن نفسي موافقة. تمام، بس انت في حد في دماغك؟ بتفكر في حد معين يعني؟ مش بالظبط يعني في صحاب ابويا، في منافسينه في الشغل كده يعني. الله عليك يا برنس العالم، خد تستاهل، ولع السيجاره بقى وابدا الاشاره. الله يخرب بيوتكم، هتودونا في داهيه يعني؟ انا اهرب من الجدل الاقي سرقه؟ استنى بس يا خالد اما نفهم. نفهم ايه؟ بيقول لك هنسرق، هنبقى رشالين، هنبقى حراميه. ما تقوم تقولها في الشباك احسن. يا عبيد انا اعرف الناس بتقبض عليها وهي بتقسم مش وهي بتتفق. بقول لكم يا جماعه، ما تيجي نغير المكان ونتكلم في مكان تاني. هي الغتاتة دي بتقفلي الكاسة ليه؟ اسكتي، ما صدقت امك نامت. ها وليه كده بقى؟ ليكي مستنيه مكانه من موز؟ لا يا اختي، انا اللي هكلمه. ليه، ما عندوش رصيد ولا ايه؟ طب يلا موضة بقى. الو، ايوه مين؟
مستشفى؟ مستشفى ليه؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ طب انتوا في مستشفى ايه؟ سيكا سيكا اصحى يا سيكا سيكا. خير؟ في ايه يا ابو يحيى؟ فوقلي تعالى عايزك. انا يا اخي كلامك اثر فيا قوي، فعلى طول كلمت لك واحد حبيبي هيظبط لك شغل كويس، ولسه حالا مكلمني ومستنيك تروح له. ايوه بس هروح له ازاي؟ ما انت عارف اللي فيها، انا كاسر فيزا يعني استحاله. يا ابني حبيبي انت مع ابو يحيى، انت عارف مين ابو يحيى؟ انت هتسافر بالقطر، هتلاقي واحد مستنيك هيوصلك لحد حمد في بيته. حمد مين؟ حمد ده واحد من رجالتي، والراجل اللي هيوصلك ده عارف كل اوصافك. المهم بس دلوقتي اهم حاجه قبل ما انسى، انت تاخد التيكت والفلوس دي هتكفيك لحد ما توصل بالسلامه. ايوه بس ده كتير قوي يا ابو يحيى. ولا كتير ولا حاجه، انت تستاهل كل خير. بس انا عايز منك طلب صغير. تغورني. انا عندي شنطه انا عايزك توصلها لحد حمد. عينيا. سد يا اخي انت حبيبي. وانت حبي. يا اهلا يا ام سامبا، انستي ونورتي حبيبتي. البيت منور باصحابه. أنا مقدرة اللي أنتوا فيه وكل شيء بأمر الله، وإن شاء الله يكون آخر الأحزان. إن شاء الله يا رب. بس هقول لك على حاجة، ما يكون في خير ورزق جاي نقطعه؟ لا طبعًا ما نقطعوش. طب أنا جايبة لجيجي عريس. والنبي صحيح. والله ابن عمتي لازم مهندس وشغال في الكويت وبيقبض قد كده، وجاي الشهر ده عشان نشوف عروسة ويتجوز. السلام عليكم. هي جت أهي. أهلًا يا جيجي. إزيك يا أم؟ إزيك يا أم صنبو؟ إزيك يا حبيبتي؟ أم صنبو عندها مفاجأة حلوة قوي ليكي. خير؟ جايبالك عريس مهندس وبيشتغل في الكويت وبيقبض قد كده، ما تحكي لها يا ولية. جدع زي الفل وطول بعرض وعشت. تحكي لي على ايه؟ طول بعرض ايه وقبهة ايه؟ انت خلاص؟ ما عندكيش احساس خالص؟ ده احنا ايام ما قلعناش لسه. يا حبيبتي ما احنا مش هنتكلم في حاجة. بقول لك ايه؟ ام صامبو جوزك بينده عليكي يا اختي، قومي شوفي عايز ايه. انت لسه هتبص لها؟ ما تقوم. ولا ابص لها ولا اعمل لها، فوتك بعافيه يا حبيبتي. يعافيك يا ام سامبو، ما لسه بدري يا ام سامبو، خليك. ولا بدري ولا وخري. ايه اللي بتعمليه ده يا جيجي؟ هي وليه غلطت في ايه بس؟ جايبه لك واحد هيستتك وما يتعيبش. انت شايفاني ايه؟ بهيمه مستنيه اللي يجي يجرها، ولا بايره مكتوب على باب البيت عروسها للبيع؟ انت عايزه ايه يا ما بقول لك ايه؟ قفلي على السيره دي خالص عشان انا روحي في مناخيري ومش طايقه كلمه. هو انت خلاص ما بقاش حد عارف يكلمك كلمه؟ يعني اقول لك في نفسي عشان ترتاحي؟ دي عيشه طه. طب هتكسب الانتخابات المره دي يا شوري؟ اللي خلاك تسالني سؤال زي ده يا سعيد؟ يعني الناس كلها دلوقتي بتعتبرك لا مؤاخذه فلول، وكل ما صدق الحزب ينحل عشان يطلع من جحوره يعني. وبعدين الشغل اللي كنا بنعمله زمان مش هنعرف نعمله دلوقتي. ليه ما نعرفش نعمله دلوقتي؟ انت فاكر النظام ده ايه؟ رئيس وحكومه ورئيس وزراء ومجلس الشعب؟ لا يا حبيبي، النظام ده تعود تعود، الناس اتعودت عليه. هو ده اللي الناس اتعودت عليه، هو اللي هتعمله. موت يا حمار بقى على النظام ما يتغير. ماشي يا حبيبي، بس اليومين دول الغربه اللي شده جامده قوي علينا. لا يا حبيبي، انزل الشارع وشوف الناس عامله ايه، ما يغركش اللي بتشوفه في التلفزيونات ده. انا ان كان عليا الكلام ده يبسطني، بس انا قلقان من الشيم اللي نازل الانتخابات ده. ما ينزل، مش بيقولوا الصناديق هي اللي بتحكم؟ ومال، خليه ينزل ونشوف صندوق مين اللي هيحكم، صندوق الشيم ولا صندوق هلال الدهشوري؟ يا رب زي ما انت بتقول كده. ثانيه واحده استاذنك بس. الو يا سعيد بيه، ازيك؟ انا عرفت خبر مهم قوي، قلت ما يستناش لبكره. الشيمي هيرشح نفسه في الانتخابات. اه والله زي ما بقول لك كده، سمعته بيتكلم مع بنته في الموضوع ده، وفي ناس قالوا امبارح عشان يفيدوه. طب يا يوسف كتر خيرك يا حبيبي، خليك كده مركز، ولو في حاجه ظهرت قدامك بقول لي عليها. سلام يا يوسف. مين ده؟ ده واحد اهبل كنت فاكره راجل، بس طلع عايز يلعب معايا، ما اعرفش ان انا ابو اللعب في الحاجات دي. قوم دلوقتي يا معلم من الشيمي، ما يشوفش كرسي المجلس. ولا هيشوف ولا شاف. هو بيشوف، ده عنده قصر نظر، الايام بينانا. وانا معاك في اي حاجه تؤمر بيها، حكم الشيمي ده بقى معزته عندي جامده قوي. المصلحه واحده حبيبي. وربنا يا عم اللي كسروا لك دراعك لنكسر لهم نافوخهم واحد واحد، بس انت تقوم بالسلامه كده ومالكش دعوه باي حاجه. لا يا دو، انت قلبك ميت. ما هو واضح. اشيلك انا من تحت ايديهم تقوم تجري انت واقع على مكانك، ونعم الرجوله. وربنا ما شفتك يا جدع، ده انا بحسبك بتتم. خلاص يا تيفا، خلاص يا تيفا، ولا يهمك، فداك يا معلم.
يا نهار اسود، ايه اللي خرشمك كده؟ شيماء. طب يا حماده، احنا هنوصي عليك الدكاتره ويبقى نعدي كده. يلا يلا بركه. بعد اذنك يا استاذ. لا مفيش، ده اصل انا بس كنت بهزر مع شويه من بتوع الامن المركزي، بس زي ما انت شايفه هزارهم دي لحد دين. انا مش قلت لك مالكش دعوه بالحاجات دي، ادي اللي خدناه من الاهلي. انت بتروح تتفرج على الماتشات ولا تتضرب؟ نصيب بقى شيماء، هنعمل ايه؟ لا نصيب ما اقولكش تعمل كده في نفسك. ده يقول ونص، دايرتهم كسروني من زمان. عليا النعمه لو كنت اعرف ان انت جايه كنت قلت لهم يكسروني كل ماتش. بطل هزار بقى، ما تاخدنيش في دوكا. انت لازم توعدني ان انت مالكش بعد كده في الخناق مع الحكومه تاني. خايف على ايه؟ مش قوي يعني. طب بقول في ايه؟ انا اديلك حد؟ اخص عليك، قضيتني يا بنت المجنونه. ايه ده؟ من هنا ورايح جرجير وعكاوي وكوارع ومنبر ومنه فيه عشان انت داخل على جواز. اسلم ايدك يا عمتي. انا عايز اقول لك على حاجه كده. بقول لك يا عمتي، سامح قالت لي انا عامل لا فرح ولا ديول، في ايه تاني؟ اصطبر عليا بس في الكلام وشوف اخرته ايه. انت مش قلت انكم هتتصوروا صوره ليله الدخله؟ اه قلنا وخلصنا خلاص. طيب هقول لك على حاجه تانيه صغيره. لا صغيره ولا كبيره بقى يا عمتي، خلاص بقى تصوير وقلنا ماشي، اوضه هتدين وهتاخد وشين، تنجيدك بعت ترم، في ايه تاني؟ والنبي يا اخويا ما تعصب نفسك، خلاص يا ماما مات الكلام. لا ما ماتش الكلام. بقول لك ايه يا حبيبي؟ ده البت اللي حبت من الدنيا، حبيب قلبي، دي ليلة طول عمري يا قلبي. والنبي يا عمتي ما تضايقي لي عينيك كده وتعملي فيها غلبان، خلصنا مش عامل حاجة. طب حاجة ظننا كده على قد الحال يعني، نلمي فيها أصحابنا وحبايبنا وهنقعد ليك عليا، لا في مزيكا ولا في رقص. آه ونبقى كده ما كسرناش بخاطر البت الغلبان. ويكون في علمك بقى البت جيجي هي صاحبة الفكرة. قلت إيه؟ قلت خلاص بقى، خلاص خلاص. شيماء بنت، يا شيماء يا بنت ما فكرتنيش اطلع كيس لحمه من الثلاجه ليه يا بنت؟ انت يا بنت يا شيماء، بنت بنت يا شهد. ايه نعم. شيماء اختك فين؟ اختي مين؟ اختك. هو انت عندك كم اخت يا مضروبه؟ شيماء راحت تدي حقنه لخالتي زوزه. يا خرابي، تدي حقنه لزوزه ليه؟ تعبت بقى امبارح وصباح كلمتها قالت لها تيجي تديها حقنه. حبيبتي يا زوزه، لا ده انا لازم اروح اشوفها. لا استني استني، انت بقى تستريح. تستريح ده ايه؟ دي اختي لازم اروح اشوفها. لا بس اوعي يا بنت، سيبيني اشوف. انا عندي شك انك مش هتيجي. لا انا قد كلمتي قوي. طيب دلوقتي بقى انت مستنيه مني انفذ وعدي صح؟ اه ما عرفتي بيك عرفت ان انت دايما بتنفذ وعدك، ولا ايه بقى هتخستع مني النهارده؟ اخستع؟ انا عمري ما اخستع. قلب الجمل ايه هو بيعض؟ بيعض ايه وبتاع الكلام ده؟ حتى لو بيعض نخلع له سنان. بقول لك ايه؟ الراجل قاعد هناك اهو ماشي؟ مش عايز ضرب. الراجل ده شيك وعالي وما ينفعش نطفشه. حاضر هحاول ما اضربوش. تحاول ما تضربوش؟ طب عازمني طبعا على حاجة الأول. ماشي يا ولد، تعالى. ربنا يستر. طيب طيب يلا على الباب. الله حاضر حاضر. زوزة ألف سلامة عليكي يا حبيبتي. إيه؟ ألف سلامة عليكي. ادخلي تعالى. مالك يا وليدي؟ مالك يا حبيبتي؟ إيه؟ أنت اللي مالك يا أختي، مال حال عدوينك؟ قالوا لي يا أختي إنك تعبانة. تعبانة من إيه يا حبيبتي؟ تعب لما يجي لك في مفاصلك يا وليه. انت ما انا حلوه وزي الفل اهو، انت هتفسري عليا؟ هتعيني بالعافيه بالكذب يعني ولا ايه؟ امال البت قالت انك جت تديك الحقنه. بت مين؟ شيماء. شيماء ادتنا انا حقنه؟ انت بتهزري ولا بتتكلمي جد ولا ناسيه؟ شيماء بت يا شيماء. ايه يما بتزعقي كده ليه؟ اهي شيماء دي ولا مش شيماء؟ ايوه هي شيماء. وادتك الحقنه ولا ما ادتكيش الحقنه؟ لا ما ادتنيش حقنه. ما ادتكيش ازاي يا اما؟ دي لسه معلمه. معلمه فين يا بنت؟ سلامتك يا خالتي، الف سلامه عليكي. الله، يعني انا خدت حقنه؟ اه يعني انا عيان؟ ايوه. الله، طب ما تستنوا كده انا اشوف فيها ايه. اسم الله عليكي يا اختي، اسم الله. ده انا عيانه بجد يا اختي، ده انا مش قادره اقف على رجلي. اسم الله عليكي. ياني ياما ياني. تعالي ياما خشي. ياني ياني ياني. سلامتك يا خالتي. هموت يا سونا. اسم الله عليكي يا اختي. هموت يا سونا يا اختي. العدوين واللي يخرجوا يا سيدي بعد الشر ياما. مشيت يا اختي نيموني، سايبيني واقفه ليه؟ اه ياني. اسم الله عليكي يا زوزه. اه ياني. هبقى اجي اشوفك بعدين يا اختي. يلا
يلا يا اختي، يلا يا استاذ الحكيمه. نرسى يا ماما، نرسى نرسى يا ماما، نرسى. يلا يلا يا اختي. في حاجة يا يوسف؟ لا، أنا كنت عايز أعرف بس إذا كان الشيمي بيقلك على عمه سعيد ولا لا. عرفت. وعلى فكرة أنا مش مستغربة، أنا خلاص اتعودت على الحركات بتاعته دي من زمان. بصراحة يعني ده عيل خسيس، مش فاهم أنا كنت متجوزاه إزاي. مش قصدي حاجة يعني، بس له من توبك ولا من مقامك. يوسف أنت جيت معايا ليه النهاردة؟ هو أنت متضايقة من وجودي ولا حاجة؟ لا بالعكس، انا بقيت مطمنه دلوقتي اكتر وانت معايا. انا جيت باوامر من الشيمي بيه للحمايه يعني، انت عارفه سعيد وحركاته. بس لو تحب افضل معاكي على طول انا ما عنديش مانع، قصدي يعني لو في اي مشوار ولا حاجه. بص يا يوسف، الحركه اللي انت عملتها ورحت قلت لبابي على موضوع سعيد دي حركه حلوه، على الاقل انا حبيتها، وريتني قد ايه انت جدع وانسان كويس. بس بليز زي ما وعدتني، الموضوع اللي حصل معايا ده يا ريت ما يوصلش لبابي. غالية، انا موجود معاكي عشان احميكي وبس، وزي ما وعدتك قبل كده ما تخافيش مني. ميرسي يا يوسف، ميرسي على اللي انت كله بتعمله معايا ده. هاي، ايه الاخبار؟ يا اوكي اتس سو جود. قول لي يا رايق، لو حبينا ننجح حد في الانتخابات نعمل ايه؟ ندعي له. غير ندعي له يا باشا، خلاص بقى الكلام ده خلص. دلوقتي محدش بينجح غير باصوات الناس، غير كده ما تلاقيش. طيب نعمل ايه عشان نخلي اصوات الناس دي تروح للراجل بتاعنا؟ يبقى نخلي اصوات المنافسين كلها تروح له. حلو قوي، ازاي؟ نوقع المنافسين في الغلط، نخلي الناس تحس ان مفيش فرق بينه وبين اللي قبليهم. ايوه بس المنافسين مش هبل عشان يقفوا حاجه زي دي. يا باشا هما هيعملوا حاجه، احنا اللي هنعمل كل حاجه وكله بالطريقه. طب احكي لي. انا احكي لك دلوقتي. الراجل بتاعك هيعمل صوان كبير ويلم فيه اهل الدايره. تمام تمام. شويه ناس من عندنا يخش يتفل المنافس بتاعه، كلمه في حدوته الدنيا هتتربى، الصوان هيتكسر على اللي فيه على الراجل بتاعك وتبقى بسيسه كده، هيبان المنافس ايه. بلطجي. بعديها على طول الراجل بتاعك ده هيعمل صوان يجمع فيه كل الحاجات الناقصه من السوق ويبيعها بسعر قليل، الناس تخش تشتري وتدعي له كمان. كويس. لا مش كويس، ما تفرحش، الصوان ده هيتولع فيه كده، هيبان ان مين اللي عمل كده. اكيد منافسينه. قصدك الكلاب اللي مش عايزين الناس الشرف يخدموا الناس الغلابه. ما انت عارفنا شعب غلبان ويموت في العواطف، الناس دي لو حس ان في حد بيعمل لهم حاجه هيروحوا معاه زي ما انت عايز. ايه يا ابن القرود؟ هايل يا رايق. حبيبك يا باشا وتلميذك. ابن الفايدة يا يوسف. أي أمر تاني يا فندم؟ لا شكرا. ازيك يا شين؟ غالي الدهشوري في البازار، ده هي المفاجأة السعيدة دي. أنت متأكد إنها سعيدة؟ أه طبعًا سعيدة جدًا. تشرب إيه؟ لا مفيش داعي. أصل أنا مش ناوي أقعد كتير. أنا جاي أقول لك كلمتين على السريع وماشي. خير. كل خير. أنا سمعت إنك مرشح نفسك في الانتخابات اللي جاية وأنت عارف إن أنا داخل الانتخابات. طب ودي فيها إيه؟ فيها إنك بتحط نفسك قصادي. لا ما تحسبهاش قوي كده يا دهشوري. أنا أصلاً قابلت عشان الناس وأهل الدايرة طلبة مني كده. وبعدين مش مهم مين ينجح مين ما ينجحش، المهم إن إحنا نخدم الناس، ولا أنت رأيك إيه؟ برافو. برافو يا شين، ده انت كمان بدأت تحضر للكلام الحلو اللي هتقوله. اسمع يا شين، اللعبة دي انت مش قدها وما تعرفهاش وما لعبتهاش قبل كده، أحسن لك ما تحطش نفسك في مكان انت مش قده. أنا مش فاهم انت قصدك ايه. لا انت فاهم قصدي كويس، السكة مش سكتك. خلاص هتعلم امشي. الله، ده انت ناوي ناوي بقى بصراحة. ماشي، انت اللي اخترت،
بس خلي بالك اللي يلعب الدح ما يقولش ايه. باسوري البلد اتغيرت واللي كان ليه سعر زمان بقى دلوقتي ملاليم. بيتهيألك. سلام. غريب يا عادل، مش هتبطل تعلي صوتك على ابوك قدام الناس؟ يا رايق، ما هو لما بيكبرنيش يرضيك يعني يشتمني قدام اللي رايح واللي جاي؟ يا عم اديك بالجزمه كمان، هو انت تكبر على ابوك ولا ايه؟ والله يا رايق انا كنت بتنفس ساعتها، ما كنتش عارف انا بقول ايه. معلش معلش يا عادل، استحمل ابوك كده، خلاص مش حامل الحاجات دي. روح يلا، بص دماغه راضيه. يلا ماشي يا رايق. يلا على طول. يلا يا فتاح علي مرزا كريم، قابل يا كبير. يا صباح الفل يا هيثم باشا، تعالى نحن نشوف الباشا يشرب ايه. عينيا كبير، تشرب حاجه يا هيثم باشا؟ ملوش لزوم يا ابني. بص بقى، أنا جاي لك في كلمتين من الآخر. أمر يا باشا. مفيش نزول انتخابات السنة دي. يعني إيه يا باشا مفيش نزول انتخابات؟ أنا لازم أنزل وأنتخب وأعلم عليهم. قصدي يعني أعلم عليهم على الورق يعني. تنتخب وتعلم أه، حقك. لكن تبوظ لي الانتخابات وفي دايرتي، أهو ده اللي مش حقك. يا باشا أبوظ الانتخابات إيه؟ ده ليه واخد عني فكرة وحشة كده؟ أنا راجل عريس وفرحي كمان كام يوم، يعني مش فاضل الكلام ده خلاص. عموماً أديني قلت لك. يومها بقى ما شافكش لما ابنك معايا من عيالك القلاضيش ونازلين بقى تعملوا لي نمره ولا حاجه. يا باشا عيال ايه وقلاضيش ايه يا باشا؟ انت هتزعلني منك ليه؟ بعدين الكلام ده كان زمان خلاص، ما بقناش نعمله دلوقتي. الناس بقت عارفه وفاهمه كل حاجه. ويعني واحنا زمان كنا بنعمله ليه؟ ها؟ مش الناس بتوعكم. خلصت يا سيدي، ولا فيها بتوعكم ولا بتوعنا، واحمد بقى زي الحاج احمد. فيا ريت بقى يومها ما شافكش طالع لي بحاجه، عشان انا كمان ما اطلعلكش بالحاجات اللي عندي، اللي ريحتها كان كمت ونفسها تشمها. بس هتشم الهوا صح. لو عليا يا باشا، انا هنزل انتخابات، انتخب وارجع لبيتي واكل عيشي. اه احنا خلاص بقى ناس كبار وعايزين انتخابات نزيهه. ماشي يا عم نزيه. سلام. سلام يا باشا. يا كبير انت هتنتخب مين؟ هنتخب نزيهه. يلا ها. اضربني يا كبير. ماشي. صباح الفل يا جيجي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا جيش؟ ازيك يا مسيب؟ تعالي حبيبتي اقعدي. طب انا في مشوار كده دي بقى. غير انت. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يا رب يا هادي هات الزبائن ناحيتك. وعندك واحد شاي هنا سكر زيادة لو عايزك. ما تزعلش مني. حقك عليا. لسه فاكرة؟ هو أنت لسه عايش في دور متضايق؟ وبعدين يعني مين المفروض يصالح التاني؟ ما أنت شايفة نفسك مش غلطانة. جاية ليه؟ عشان ما احبش اشوفك كده. وبعدين وحشتني. الله. وبعدين يعني مش كل شويه تمسك عليا كلمتين اتقالوا في ساعه شيطان. جيجي من الاخر كده، انت عايز ايه بالظبط؟ عايزك ما تزعلش مني ولا تبعد عني. بحبك يا زيد. وبعدين يعني من ساعه اللي حصل وانا مش عارفه اتلم على بعض. كفاياني قوي اللي بعده. لا اله الا الله. هو انا يعني اللي عايز ابعد؟ يا بنت انا لما كلمتك في موضوع السفر ده انا اتكلمت فيه يعني عشان احنا الاثنين. طب ما بلاش نتكلم في الموضوع اللي بيخلينا نتضايق من بعض ده. بقول لك ايه؟ انا استأذنت ساعتين من المقدس. لو ينفع يعني نخرج النهارده. ساعتين بس؟ ساعتين ثلاثة أربعة اللي أنت عايزه يا قمر. يا أم يوسف. استنى راح فين؟ رايح السوق. ما قلتليش يعني الست صاحبتك دي ما كلمتكيش على موضوع العنوان؟ لسه يا اخويا، اديني مستنيه. على العموم اول ما تكلمك بقولي لي لازم اروح معاكي. كتر خيرك يا ياسين، انا مش عايزه اتعبك معايا. اصلها بتقولي انه ممكن يبقى بره القاهره. ان شاء الله اكون في بلاد وائل وياك. ما ينفعش يا مديحه اسيبك تروحي لوحدك في حته وناس ما تعرفهمش، ده كلام برضه. بقول لك ايه يا ياسين، انا عايزك تقعد مع يوسف تاني، تتكلم معايا، تقول انك كنت عارف ابوه زمان وتحكي له اللي حصل. هو بيسمع لك وهيصدقك. والنعمة من غير ما تقولي بكلمه، بس هو الواد راكب دماغه. أعمل إيه بس يا ربي؟ ما تعمليش حاجة، خليها على الله. ما ينفعش تبصي لورا بقى دلوقتي يا مديحة، بصي قدام. ربنا يفرجها إن شاء الله. على قولك يا أخويا، على قولك. لا حصل حصل وخلاص. ما عادش يجي. على العموم أنا هكلمه تاني، يمكن ما حدش عارف. طيب يا أخويا، فوتك بعافية. بالسلامة. اهلين اهلين، اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا. عندنا على سلامتك. فوت ادخل. يسلمك. فوت ادخل.
بعرف عذبتك الشنطة كتير، ميرسي إلك، بتشكر لك. أنا اللي بتشكر لك. اجلس اجلس. مش عارف أقول لك إيه أنت ولا أبو يحيى، أنا مش مصدق لسه في ناس بالكرم ده. ما تحكي هيك، نحنا كلنا إخوة. ربنا يديم المعروف. آمين. حكي لي، واجهتك صعوبات في الطريق ولا شيء؟ لا مفيش، كل حاجة ماشية زي الفل. نزلت من القطر لقيت الراجل اللي قال لي عليه أبو يحيى، جابني هنا على طول. نحمد الله منيح، نحمد الله. الحمد لله. المهم أبو يحيى قال لي إنك ممكن تشغلني معاك. شو بيك؟ جاي حامي على الشغلة وهيك شيء؟ بدي تترك لي فرصة كم يوم؟ تدبر لك شغل منيح لإلك والله يسوي لنا الخير إن شاء الله. يا مسهل، المهم ما ترحلش على مصر وأرجع إيد ورا وإيد قدام. إن شاء الله بترجع مجبور الخاطر. واعتبر البيت بيتك مثل ما بتقول انتو يا مصريين. كل شيء هون متاح لإلك، بس اهم شيء ما تظهر الا لما تديني خبر لاجل ما اكون معك، واكيد انت بتعرف ليش. اه طبعا. اوكي تمام كده، اتركك هالحين تاخذ راحتك، البيت بيتك بالاذن. تفضل. تعال بقى يا بطل عشان ما تبردش. يلا خش خش بسرعه 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 بسرعه. ايه يا عم الشطاره دي؟ بيت سباحة لامي اهو. ماما ما تفوتليش اي تمرين حتى لو وراها ايه. والله كويس، عملت حاجة مفيدة في حياتها. طب قول لي بقى، انت مبسوط مع بابي هنا؟ اه. طب تيجي تعيش معايا هنا، تقعد معايا في الاجازة بتاعتك؟ انت عارف القرية دي كلها بتاعتي انا، عامل لك فيها مدينة ملاهي كبيرة جدا علشان خاطرك. ومامي؟ مامي اكيد هنشوفها يعني، هتيجي تزورك اي حاجة يعني، انت مش كبرت بقى ولا ايه؟ طب هسألها. ماشي يا عم، اسألها وشوف هتقولك ايه، بس عشان خاطرك انت بس. يلا هسيبك تشرب الجوز بتاعك، هروح اجيب حاجه بسرعه واجي على طول. اوكي يلا. بعدين خروجه السينما دي كانت المفروض تبقى عليا اصلا، انت بس اللي دايما بتحب تعقدها. انا بعقدها؟ اه بتعقدها، مش انت عزمتني عندك مره؟ اه وانت بقى بترديها؟ لا ما اسمهاش بردها، بحاول اعمل معاك جدع. مصطلح الغريب ده، اعمل معاك جدع، اسمها بوجب معاك. اتعلمي بقى. هو ده قصدي. ليه بقى؟ ان شاء الله انا مش موافق على اي حاجه منك. ايه مش راجل قاعد معاكي؟ لا مش قصدي طبعا، اكيد يعني عارف اني مش قصدي. احكي لي بقى، ايه موضوع النزاعات ده؟ مفيش، هو ده حلمي من وانا صغير، من قبل ما اخش الاعلام اصلا ولا اي حاجه. وبعدين انا عايزه اعتمد على نفسي واشتغل، انا مش عايزه اقعد معتمد على ابويا انه يصرف عليا. زعلانه ليك اب بيصرف عليك ومخليكي مش عايزه اي حاجه في الدنيا؟ انت ايه غاويه شقه؟ لا بص يا ديبو، اي انسان بدون شغل ملوش معنى في الحياه، وانا مش من النوعيه دي. انا عندي طاقه باور عايزه اطلعها في حاجه. انت لو ما نشفتيش دماغك في موضوع الوسايط ده كنت كلمت لك اي حد في الشغل عندي وعينك في احسن مكان. اوه هتعمل لي زي امي بقى، انا مش بتاعت الكلام ده يا ديبو. اسمعي كلام امك، البلد دي ماشيه بالطريقه دي. وابص على نفسي في المرايه واقول لنفسي ان انا واخده مكان حد تاني. بص فين؟ اعمل ايه؟ بص فين؟ المرايه. مرايه انت بتبص في المرايه بقى وحاجات. مرايتي قولي لي يا مرايتي. في حاجه اسمها ضمير يا ديبو، وانا ضميري ما يسمحليش بكده. مش هقدر اقنع نفسي ان البلد ماشيه بالطريقه دي. على فكره انت عاجبني، قصدي يعني عاجبني طريقه تفكيرك يعني، هايله بصراحه. كل الناس بيقولوا لي كده. ايه التواضع؟ ثانية واحدة يا ناس. الو. اه. تمام. انا خلاص جاهزه على النزول اهو. شغل؟ انت مش قلت لي انك فاضي النهارده؟ لا خلاص، لما تخلص طب كلمني. سلام. مساء الخير يا مامي. مساء الخير يا حبيبتي. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. تعبانه قوي. نودي اطمنتي على باباكي؟ لا ما اطمنتش، بس ما تقلقيش لو جرى له حاجه هيبقوا يقولوا لنا. استني عايزه اقول لك، الراجل صاحب البيت زود المبلغ 20,000 كمان. مامي مش احنا اتكلمنا في الموضوع ده؟ من فضلك قولي له يريح دماغه، احنا مش هنبيع، اوكي؟ عن اذنك. هروح ارتاح شويه. بجد انا مش قادره اصدق الزفت اللي اسمه سعيد ده. بحاول اكلمه تليفوناته كلها مقفوله. عايزه اطمن على رامي يا بابي. هو فين يعني يا غاليه؟ ده مع باباه. سيبيه يا حبيبتي يتفسح له يومين. على فكره ده ابني انا حره فيه، وانا اللي قرر امتى يخرج امتى ما يخرجش.
هو في ايه يا غالية؟ انت بتستني اتكلم علشان تحرجيني؟ لا يا حبيبتي غالية ما تقصدش. لا هي ما بتحبنيش وكمان ما بتسمعش كلامي حتى لو كان صح. خلاص خلاص يا غالية، انا سايبالك المكان كله عشان تتكلمي فيه براحتك. يا الله. معلش يا بابي بس انا مش قادر عليها. خلاص بقى يا غالية خلاص. المهم النهاردة بعتولي ريبورت على الايميل بيقولوا لي ان تجاوف الارض دي كلها مش طبيعية وبتاعنا فعلا. طب ايه اخبار كويسة؟ عملت ايه مع الدهشور؟ جالي عشان يهددني يا ستي. سيبك مني بتاع كلام بس. المهم انا قلقانة قوي على رامي دلوقتي. انا همشي ولما اطمن عليها بكلمك. اوكي يا حياتي. باي بابي. تصبح على خير. يا جدعان دماغ فيها ايه؟ سعيد بيبي يقول لك درس تودني بس عشان ما تلعبش مع الكبار تاني. ازيك يا راجل يا شقف؟ ياه عاش من شافك يا راجل. ازيك يا شيمي؟ كرسي يا فاروق. ازيك يا حبيبي؟ ازيك انت؟ عامل ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. شكرا جدا. تقعد. ازيك يا عم؟ اخبارك ايه؟ قول لي انت عم طول الوقت مسافر كده ولا ايه؟ اعمل ايه يا شيمي؟ ما انت عارف بقى هايدي والعيال بره. بس تصدق انت ليك وحشه كبيره جدا والله. الله يخليك يا فوزي. اصل انا كنت معدي عشان اطمن على الولد يوسف بعد الحادثه اللي عملها. فقلت اجي اشوفك بالمره يعني. فيك الخير فيك الخير يا شيخ. بقول لك يا مقدس. تعالي تعالي يا زيزو. لا مؤاخذه مش عارفه ان عندك ناس. انت مش عارفه ده مين؟ لا مش واخده بالي. ده يا ست الشيمي صاحب البازار اللي بيشتغل فيه يوسف. اهلا وسهلا ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. طب تحب تشرب ايه؟ لا معلش لازم اقول. لا 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 ازاي تيجي ازاي دي؟ خليني اعمل لهم شاي لو سمحتي. حاضر بعد اذنك. ها؟ ها؟ ايه اخبارك؟ قول لي انت اخبارك ايه؟ في حد يبقى عنده مزه زي دي بيفضل قاعد بره؟ تصدق بالله يا شيمي انت لا يومك هتتغير ابدا مهما طال الزمن. يا عم دي بنت غلبانه بتجري على رزقها ورزق امها. وماله يا سيدي؟ انا طول عمري ما عنديش اي تفرقه من الطلاق خصوصا في موضوع الحب ده. الامور انت هتعمل ايه؟ الله يخرب مخك يا شيمي. بس انت غلطان يا يوسف. كان لازم تكلمنا في ساعتها على طول. يا عم بقول لك خدوه على اخوانك. ايه يا عم يوسف؟ مين سعيد ده؟ يا جدعان يا جدعان واحد ما تعرفهوش فيه ايه؟ وعشان ما نعرفهوش هنسيبه يعني؟ يا عم قول لنا هو مين واطلع انت بره الحوار كله. ممكن انتوا مالكوش دعوه بالحوار ده؟ ده حوار يخصني وانا هخلصه. ايه يوسف في حاجه اسمها تخصني وتخصك؟ ايه يوسف الواد ده لو بات سليم في بيته النهارده يبقى نلبس تروح احسن. طيب انا بقول لك من فضلك مالكوش دعوه بالحوار ده عشان انا هصطاده وهيبقى ليه رؤى. ايه رؤى ايه وزفت ايه؟ ايه في ايه؟ من امتى اي حد فينا بيتصرف من دماغه؟ يا عم قول لنا هو مين؟ قول لنا هو مين ما تعرفناش. يا جدعان خلاص بقى ما تعرفونيش انتوا، انا مش عايز اتكلم في الحوار ده دلوقتي، انتوا في هم افتح مين؟ هم افتح انت يا عم. يا عم افتح يا عم. اهلا يوسف. خليك زي ما انت خليك زي ما انت مستريح. مؤاخذه يا باشا. ازيك يا يوسف؟ ازيك يا باشا خطوه عزيزه اتفضل يا باشا. اشكرك. شيمي بيه صاحب البازار. اهلا وسهلا شيمي بيه. اهلا وسهلا. شاي يا حاجه؟ لا شاي ايه احنا هنعمل غدا بقى. لا ملوش لزوم. لا ازاي ملوش لزوم يا باشا انت اول مره تجي لنا يعني ازاي ما تاكلش؟ الغدا يا حاجه والنبي. لا انت عارف ان لازم اروح المحل. احكي لي بقى ايه اللي حصل؟ ابدا يا باشا. سعيد شم خبر بالاتفاق بتاعنا فحب يعلم عليا. كلب قذر. لا مؤاخذة شيمي بيه الواد اللي اسمه سعيد ده يطلع مين؟ ده واحد بيني وبينه خلافات وحب يدخل يوسف بينا بس يوسف طلع اصيل وبلغني ودي كانت النتيجة. طب حلو الكلام. يعني احنا دلوقتي لينا حق عنده ولا انا بتكلم في الغلط؟ يا عم ميمي ما تهدى بقى. اقول لك ايه عشان تهدى؟ مالكش دعوه بالموضوع ده يا اخي. ديبه خده وامشوا يا اخي خده وامشوا. يا عم اهدى يا عم. يلا يا ميمي انا بس نروح مشوار. يلا بينا بس. يلا بينا يلا بينا. ماشي يا يوسف. يلا. مين الناس دول؟ دول اخواتي يا باشا ميمي وديبو. خلينا في المهم دلوقتي. الحوار اللي ضربني وبينك يا باشا واتفقنا عليه قلته لحد؟ لا. محمد
محبوس هنا ولا ايه؟ وبعدين بقى بعد اذنك يا مهندس، كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع كده. تعالي اتفضلي. بعد اذنك. اتفضلي. خير؟ محتاجه فلوس؟ خيرك سابق. لا انا بس يعني كنت عايزه افضفض لك شويه. قولي. ديب. ماله ديبه؟ ما بقتش فاهمان، بقيت حاسه اني لا طايله ارض ولا طايله سما معاه، وكل شويه يقول لي اصبري يا بت بكره هتتعدل وهتجوزك. كل البنات اللي في سني ولا اصغر مني اتجوزوا الا انا، وبقى معاهم عيال. حاسه ان كل الناس بتتحرك من حواليا وانا واقفه محلك سر. خلاص طب ما تتكلمي معاه. غلبت كلام معاه واخرتها بقى عايز يسافر ويسيبني. بصي يا جيجي، انت عايزه ايه؟ انا عايزاه طب ده هو سندي وضهري. خلاص يبقى تستني لحد امتى بس يا مقدس؟ دي ام صامبو جايبه لي عريس، فاكراني بايره، بقيت بصعب على الناس كلها، وهو ولا حاسس بيا. شوفي اللي عملته ام صامبو ده قصدها من الخير يعني، الكلام ده ما فيهوش عيب. العيب بقى انك انت تفضلي محلك سر وما تشوفيش حالك. شوف حالي ازاي يعني اعمل ايه؟ ايوه يا بنتي الدنيا ما بتوقفش على اي حد. معايا انا بقى هتقف عند الديب. لا ما انت كده بقى بتقفليها من ناحيتين. ولو عايزه نصيحه عمك فؤاد انت لازم تفتحي واحده من ناحيتين عشان الامور تسلك. يا تستنيه هو اول ما يبقى جاهز هيجي لك، يا بقى تشوفي حالك وتطلعيه من دماغك خالص يعني. يوسف ورشه النحاس بعتوا الطلبيه اللي احنا عايزينها ولا لسه؟ المفروض توصل النهارده. طب خلاص بقى كلمه قول لهم يبعتوا الطلبيه على كرامه في الحسين على طول، يعبيها ويبعتها لي بدل ما ناخدها ونوديها ويرجعها وتبقى قصه. ماشي حاضر، هكلمهم وخليهم يغيروا على طول. اوكي. مامي يا روحي، مامي يا روحي، مامي يا روحي، وحشتيني وحشتيني وحشتيني. وانت كمان يا حبيبي. انا قول لي مامي بقى اتبسطت مع بابي قد ايه؟ اتبسطت قوي يا مامي. لو سمحت يعني بعد اذنك ما تبقاش تقفل تليفونك تاني عشان اعرف اطمن على ابني. لا اطمني، رامي هو معايا ما بقاش محتاج لاي حد خالص. اهلا، ازيك يا جو؟ عامل ايه يا حبيبي؟ زي ما انت شايف عايش. مش مهم يكون عايش، المهم يكون مبسوط. وانت اللي يشوفك يزعل يا سعيد. عايز حاجه تانية يا سعيد؟ لا خالص، انا كنت باصص لك بس الولد بوديه في ايدك، خلي بالك منه. اكلمك يا رامي. رامي خش جوه يا حبيبي، سلم على جده. يلا يلا. يوسف انا مش عايزك تزعل، سيبك منه، هو عايز يستفزك وخلاص. انا عارفه حافظه كويس. تمام. خلصت اللي في ايدك بقى وحسني يعني. يا نهار اسود، يا نهار اسود، ده هو. سيد جهز اغراضك، لمم حالك، راح ننتقل من هذا المكان هالحين. ماشي ماشي. بسرعه. حاضر حاضر. بسرعه يا سيد، يلا يلا سيد. ماشي. اتفضل سليمان، انت الوحيد اللي في المنطقه دي بسلم له رقبتي. معلش يا رايق، لاجل الورد يتسال عليه. طب خف ايدك عليه بقى بدل ما يقوم يعملها معاك. خبر ايه يا عم ياسين؟ انت هتسخنه علينا ولا ايه؟ انت هات كل الجرايد والمجلات اللي عندك قديمه، مفيش جرايد النهارده خالص. يعني انت شايف الناس بتقرا قوي؟ الناس فيها اللي مكفيها. ما عشان ما بيقروش. يا جدع يا دياب، تعالى بص كده الواد دعورني ولا ايه؟ لا 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 عيب عليك.
من حقه يطمن يا سليمان الليله ليلته. ليلته ايه؟ ده بقول لك لسه العشاء وخلاص. اعمل ايه بقى دياب؟ والله انا ما كنت عايز اعمل حاجه. لو نجيلي قال حرام، موحه برضه فرحها، اعمل لها حاجه صغيره رحت عامل. اصيل والله يا رايق. امال ايه تربيتي؟ يا نهار اسود. ايه يا جدع اللي انت عملته ده؟ عمل ايه؟ الواد ده مجنون ولا ايه؟ عملت ايه؟ ايه انا قايم منك ولا ايه؟ عمل ايه؟ خلي قفاك شوارع. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه هذه المطبات دي؟ ايه يا عم ما عملتش حاجه. طب بص بص خلاص يا رايق. المرايه ما بتكذبش. بص بص ديبو بيهزر معاك. هلا يا عم ياسين كمان برك معاه. ده حبيبي يا عم. مش تاخد وش؟ انا هاخد وش. ها؟ بقول لك ايه؟ عايزه على الناعم عشان احتمال يبقى فيه عروسه النهارده ولا حاجه. الله صاحي يا عم ياسين. وانت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ قلت لك حته عيل بدل النادل على جنبك ده. يا راي ده انا نفسي يا ابني بطلت اسال روح السؤال ده. يا عم في ايه؟ ما احنا كلنا حواليك اهو. ايه يا عم انت في ايه مالك؟ يا عم انا عارف، انا بسال بس عايز اعرف السبب مش اكتر. لما انا رايق وانا في سنك انت وديب وكانت الدنيا سرقان يا ابني. صحه وشباب وعافيه. لو ايه وعزوه كمان. من ناحيه اخويا ومن ناحيه ولاد عمامي. في البلد ولاد خلاني. منين ما تروح تلاقي حد من عزوتك؟ فكرتش بقى اجيب حته عيل يشغلني؟ ما العيله كبيره ومفرعه والدنيا مزهزهالي وداخل فيها بصدري وبقولي عافيه اوديكي فين؟ زي ما تقول كده نمت وصحيت لقيت نفسي كبرت والقطر فات مني والعيله المفرعه ديت صفصفت عليا انا والواد الندل ده. حكايه الندل قلت مالكوا في ايه؟ ايه يا عم في حسك في الدنيا امال؟ لا عاد حد بيسال على حد ولا حد داري في حد. انت بقى طالب على لما واجع بقى ولا ايه؟ ده ايه القعده دي؟ انا عندي مشوار يا عم. راح فين؟ راح عند واد يوسف. لو في حاجه هكلمك. ها؟ ماشي. سلام. سلام. الحساب يا ديب. الحساب يوم الحساب. ما تقلقش يا عم ياسين الحلقه دي عندي. يا غلط يا عاوز تجيب التاني؟ لما يجي اللي مشغلك هروح امك قول له ان مش يوسف اللي تدرس قدامه وانه لو فكر يعمل كده تاني مش هقرص ودنه انا هقطعها له. امتحانكم علشان نفرح بيكم. او النبي يا ياسين يا حبيبي. بيقول البنات يا زوزه. ترقيه يا مرة انت قطعت رساله ولا ايه؟ عمتي وادي يا عمتي ايه؟ احنا ما كناش نعمل حاجه. جيل اللي صممت نعمل القعده دي. ربنا يكرمك يا جيزي يا حبيبتي ونفرح بعدلك قريب قوي انت وشهد وشيماء. او النبي دعي لها يا ديحه. ربنا يخليك يا قلبي. تعيشي يا خالتي. هو احنا هنبدا قاعدين كده؟ احنا لازم نهيص للبنت موحه. الله ازاي جيجي واحنا متفقين على ايه؟ الله ده فرح يا رايق. دي ليله وقت. ما تقعدي يا بنت في ايه؟ ما تسمعي الكلام. الله ده ليله دخله مش مايك. ما تشغل حاجه يا رايق. سيب البنات تفرح يا ديب. ينفع يا عم ياسين؟ ينفع ولا ايه؟ ازاي يا عم ياسين؟ شغل يا عم شغل. ماشي يا عيني 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 يا أنا آسف اقتحمت بيتك من غير سابق إنذار بس كان لازم أعتذر لك عن اللي حصل في مكتبك. اتفضلي. معلش يا ريت تنسي الموقف البايخ اللي حصل. أهلاً وسهلاً مستر نديم.
تستغربش، انا ملك ودي مريم اختي، احنا توينز، بس انا مولوده قبلها بخمس دقايق. الحمد لله اللي جيتي بدري، كان زماني فاهم غلط. عادي احنا متعودين، كل الناس بتلخبط بينا. اكيد لازم تعملوا حاجه تخلي الناس تعرفكم من بعض. انا اديتها الورد على انها انت. عموما ميرسي قوي على الورد، انا وهي واحد. الحقيقه هو فعلا في حاجه بتفرقنا عن بعض للاسف. من حوالي ست شهور كانت هي وبابا راجعة من الساحل، كانت هي اللي سايقة، وفجأة ما عرفتش تسيطر على العربية وتقلب بنيهم، وبابا توفى قبل ما ينقلوا المستشفى. I'm sorry. Thank you. وهي من الصدمة جالها حالة اسمها خرس مؤقت. الدكاترة بيقولوا إنه عملية وقت، إنه مفيش حاجة عضوية تمنعها من الكلام. وهي على فكرة تسمعنا وتتجاوب معانا كويس، بس إنه تتكلم صعب. آه مفهوم، زي الإحساس بالذنب بعد وفاة باباك الله يرحمه كده. يعني تقدر تقول كده، وده كلام الدكاترة كمان. هما بيقولوا إنه هي لازم تغير جو عشان تطلع من المود اللي هي فيه. ما تسفروها بقى. حصل فعلاً، إحنا لسه راجعين من باريس من شهر تقريباً. كل الدكاترة اللي تعرضت عليهم هناك قالوا تقريبا نفس الكلام اللي اتقال هنا. عموما هي بتاخد شوية أدوية وعلى الله يعملوا مفعولهم معاها. إن شاء الله. لو على مصر احنا عندنا مستشفى كبيرة أخويا بيديرها، أي حاجة تحت أمرك. الحقيقة أنا مش عارفة أقول لك إيه. نسيت أشكرك على مجيك هنا وانشغلنا بالكلام عن المشاكل ومريم. ولا أي حاجة. أنا ما يردنيش اللي حصل لك في مكتبي. الشغل اللي اتفقنا عليه ماشي زي ما هو. بجد؟ طب والعقد اللي حاجات بسيطة ما تشغليش بالك. بعد إذنك لازم أمشي. تمشي كده ما سألتكش تشرب حاجة. معلش مرة تانية. أوصلك؟ أنا عارف المكان. أوكي. باي. ايه الانشكاح ده؟ ولا حاجة. ايه الأخبار؟ الميتنج مجهزة. طب يلا بينا. طب يا نهى روح انت وانا هحصلك على طول. اوكي. انت قلت لبنتي ما تردش عليا؟ قبل اي كلمة صوتك لو عالي هنا مش هيحصل طيب، فياريت نتكلم بهدوء. اظن انت سمعت انا قلت ايه. واظن انت عارف ان انا لا اخلاقي ولا تربيتي يسمحوا بحاجه زي دي. بنتك ما بتردش عليك، دي مشكلتك معاها. شوف انت عمايلك وصلتها ليه. عمايلي ولا شحنك ليها؟ صوتك. وبعدين انا مش فاضيه، عندي شغل، ام سوبر بيزي. وانا مش جاي عشان اقعد الضيف، انا جاي عشان اديكي دول. انا صرفت مكافاه الامتحان ودول تحت حساب علاج البنت. شيل فلوسك. لا احنا متفقين، وانا مش هسمح ابدا ان بنتي تتعالج على حسابك. وطي صوتك،
وحط صوتك. أنا لولا الظروف اللي أنا فيها أنا كنت قمت بالليلة كلها. بس إحنا برضو متفقين إن أنا هرجع لك فلوسك على داير مليم. وأنا مش مستنية منك حاجة ولا بنتك. بنتك مش محتاجة فلوس يا حازم. بنتك محتاجة الأب يطبطب عليها وياخدها في حضنه. ينسيها اللي هي فيه. يشغل لها وقتها وما يخليهاش تفكر لحظة واحدة. بنتك محتاجة الحب يا حازم. متهيألي دي حاجة مش موجودة عندك. الو طنط مريم موجودة؟ ايوه موجودة. طب انا عايزة ضروري. مش هينفع. حطي بس التليفون على ودانها وقولي لها ان في حد عايز يكلمها. طب خليك معايا ثانية واحدة. نديم فخري؟ مريم أنا بسألك، قابلتي نديم فخري قبل كده؟ أنت مريم في حد اتصل على تليفون البيت وقال إنه عايز الضروري. لما قلت له مش هينفع اللي خليها تحط السماعة على ودنها عشان هو قال لها حاجة مهمة. ألو هي معاك أهي. وحشاني يا مريم يا حبيبتي. أنا ريتك ما بتسأليش. قلت أسأل أنا. طب بذمتك يا مريم أنا ما وحشتكيش؟ مش هتعرفي تردي للأسف. معلش. طب بقول لك إيه؟ اسمعي بقى الكلمتين دول وحطيهم حلقة في ودني. أسلوب التهديد بتاع أختك ده يا حبيبتي ما يكونش معايا. أنت عارفين أنا لا بخاف من مكالمة التليفون ولا بتهت من كلمتين بيتقالولي. فطلقي حياتي من غير ما تعب. اعملوا اللي انا طالبه مش هطلق، مفيش طلاق. وبعدين طبعا انا مش محتاجه افكرك بصورك وفيديوهاتك اللي ليك عندي. يعني فقولي لاختك تنجز. خليها تنجز بدل ما اعمل معاكوا الصح. وبعدين يعني هيجي ايه الرقم اللي انا طالبه في الملايين اللي معاك انت واختك؟ خلي كده مالك تفكها شويه، بلاش بخل بقى. وبعدين قولي لها جو البلطجيه البلدي اللي هي عايزه تعمله ده ما بياكلش اليومين دول. اما انا ممكن اجيب لها بلطجيه انا كمان. هم يعني هيكلفوا قد ايه؟ فهميها كده وعقليها وشوفي هتشرح لها ازاي بقى. ها؟ وبعدين بقول لك ايه يا روحي؟ يعني بخليكي فاتحه تليفوني. يمكن اكلمك في مره. اعدي عليكي في مره. تحبي انت تعدي عليا في مره. كده يعني ها؟ يلا حبيبي. ما تنسيش ان احنا لسه مع بعض. يعني ماشي يا حبيبتي. يلا باي باي. لا اله الا الله. لا اله الا الله يا حبيبي. مين ده يا مريومة؟ بيبقى طعمها مر. ماما قالت لي الدواء اللي انتي بتاخديه في المستشفى هو اللي بيخلي طعمها كده. اوكي هنشتغل على تو لاينز. اول لاين هيكون اعلان دايركت، وده السكريبت بتاعه عباره عن شهادات مختومه وموثقه من وزاره الزراعه والصحه وكمان من وزارات من بره. والمفروض انه نديم فخري هيجهز لنا ده خلال اليومين. معلش انا مش فاهم، بس هو في برودكت معين هنعمل له حاجه دوكيومنتري؟ لا انا كلامي واضح يا رامي. اعلان دايركت يعني صور وناريشنز تعرضت مجموعه الخير للمواد الغذائيه إلى حملة تشهير كاذبة هدفها التشهير من سمعتها مثلا. هنبقى نحضر ده بكرة، فهماني يا نيرة؟ هقعد معاكي وانتي بتكتبي السكريبت ده. يا
طيب هو مش المفروض ده شغل البي ار بتاعه هو؟ وكمان شغلنا احنا. خلونا بقى في اللاين التاني اللي انا عايزه منه انيماتيك بورد يبقى جاهز بكره. بكره؟ بكره ازاي يا ملك؟ ايه السرعه دي؟ لازم الاول نقعد مع التيم اللي عنده نعرف البلان بتاعهم الماركتنج عاوزين ايه محتاجين ايه. من غير ما نقعد ولا نسمعهم يا عمرو انا عايزه ابهر الراجل ده ما اخليهوش يفكر لحظه. ملك معلش يعني هو من ناحيه مبهور فهو مبهور خلقه. امال اميره موجوده عشان ايه؟ لا اميره عملت اللي عليها وصلتنا لحد الباب وتشكر. دلوقتي جه دورنا. انا بفكر نجيب لعيب كوره مشهور ثانيه ومعاه ولد صغير. لعيب كوره مشهور ثانيه واحده معايا ولد صغير. الولد مثلا عمره قد ايه؟ 6 سنين مثلا. 6 سنوات مثلا. والاثنين بيلعبوا سوا وبعدين الولد بيعلي الكوره فوق قوي. ايوه بشكل مبالغ فيه جدا. واللعيب هيبقى مبهور ان الطفل قدر يعمل كده. تمام بالظبط. والكوره تطلع فوق جدا في السحاب بتتحول فجاه بقدره قادر لعلبه جبنه الخير مثلثات. بص يا عمرو. ايوه انا محتاجه فكره اعلان يطمن المستهلك ناحية المنتجات دي بعد الإشاعة اللي طلعت عليه. أيوه. وتاني أهم عامل لازم المستهلك ما يحسش إن المنتج ده غالي على جيبه. ما يحسش إنه غالي. وإنه متميز عن باقي المنتجات اللي شبهه في السوق. في السوق. بكرة عاوزة فكرة تلخص الموضوع ده على أنيماتيك بورد. ملك معلش أنا سمعت بس كلمة بكرة، بكرة؟ نعم بكرة. إزاي ملك؟ ملك اللي أنتِ بتطلبيه ده مستحيل. ده مش مستحيل، ده مستحيل جدا. لا انا بتكلم جد على فكره. بكره الساعه 3 لازم الموضوع ده يبقى جاهز. الساعه 4 لازم اروح عند الراجل والفلاش ميموري في ايدي. تمام الكلام ده؟ ملك هو انت مضيتي معاه ولا لسه؟ عشان لو مش كده يبقى يعني ده مش طبيعي. ما مضيتش. طب لما هو لسه ما مضيتيش نكلف روحنا ونجهد نفسنا على الفاضي. افرضي مثلا في بند في العقد. بلاش رغي كتير، اللي انا قلت عليه هيمشي. ضروري. يلا باي يا جمال. انا هجيب انيميتر منين في الوقت ده يرد عليا عشان اتفق معاه وينفذ الكلام ده على بكره؟ لا مش هي دي القضية خالص على فكرة، دي ممكن تتحل. هو بس ايه ده؟ ايه ده؟ بص هي الفكرة عجباني. بس انا عايزك لما تعملي الاعلان تعمليه دايركت على طول كده اهو عشان اخلص خالص على الكلام الفاضي بتاع الفورمالين اللي في الجبنه. خلاص يبقى احنا محتاجين انك تبعت تعيينات من منتجات المزرعه لمعامل وزاره الصحه وتطلب منهم ريبورتس بياكدوا فيه ان هو خالي من الفورمالين. بس اهم حاجه ان الاختام دي تبقى واضحه. وكمان محتاجه ريبورت تاني من وزاره الزراعه لنفس الغرض. ويا سلام بقى لو من اي بلد عربي انت بتصدر له تبقى انت كده تمام. بس بقول لك ايه؟ وهيكون فيها فورمالين بجد. لا اطمني انا طول عمري ماشي ستريت، ماليش انا في العك ده. لا طبعا عارفه انت مالكش في الكلام ده. على فكره كلامك طلع صح. احنا فعلا اتقابلنا قبل كده. لا بس ثانيه ما كنتش انا. دي مريم اختي. شفتي بقى؟ انا ما انساش حاجه ابدا. قابلتها فين مريم؟ لا ده موضوع كده هبحكي لك عليه بعدين. انا كده ولا كده هشوفك بكره اخر النهار وجايبه لك معايا مفاجاه هبقول لك عليها بكره. يلا باي. ما تنساش تبعت العينات. طيب سيو باي. يلا سيو باي. لا 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 يا ملك. انت بغاش المفروض تنزلي مهما حصل. هو ايه ده؟ انت مش رايحه تديله برزنتيشن ولا تقولي له ادينا سبوت لله والنبي. انت رايحه ميعاد محدد عشان يحصل فيه اتفاق. اقول لك على حاجه. الكامبين ده مبصص لنا فيه وعندي احساس كده من جوه بيقول لي انه مش هيكمل. وبقول نوع قالت نوام بليز ركني على جنب شويه وبطلي فالك المهبب ده عشان انا مش ناقصه. طب يا اخويا خلي الست بتاعتك دي تعملها اي منظر. ما انا بكلمها اهو. نفس المره
ايوه يا اميره انت فين يا سيدي؟ ما باظتش ولا حاجه، تخرج بس اللي جوه دي واشوف ايه اللي هيحصل. ما تقلقش هكلمك تاني. هنعمل ايه في مصيبة الدبلة دي؟ تنزلي تعملي محضر في القسم، هتقولي الدبلة يا اما اتسرقت يا اما نسيتيها في المكان اللي كنت سهرانة فيه ولا كلمة زيادة. طب ما تيجي معايا. انزلي انزلي عشان ما اعملش معاك اللي كان لازم اعمله. وما عملتوش ساعتها ليه؟ اقول لك انا؟ عشان انت لسه بتحبني. تفتكري ممكن اضيع اللي بنيته عشان واحده زيك؟ موتك ما يبسطنيش، انا هموتك بالحياه وده اللي هيبسطني. يعني ايه؟ مش فاهم. فكري فيها على مهلك. يلا. ما بتردش. هي مين؟ مالك؟ وانت كلمتيها ليه؟ كانت خارجة من هنا منهارة وبتعيط، حاولت ألحقها ما عرفتش، عمال أكلمها في التليفون ما بتردش عليا. انت اللي قلتي لرشا انها عندي؟ لا طبعا، ازاي؟ بس هي جاية وعارفة انها عندك. عارفة منين؟ ما ده السؤال اللي هيجنني. حاولت امنعها انها تدخل لك بس انت عارف اسلوبها بقى. مفهوم. انا خايفه اللي حصل ده يعمل لنا شوشره واحنا في غنى عنها. ليه بقى؟ هي مالك دي من نوع اللوكلوك؟ ما اعرفش، اصلها مش صاحبتي يعني. طب سيبيه رقمها. انا فكرت في حاجه كده، تسمعني؟ أسمعك، تفضلي. هي الفيلا دي، بصوا بقى عشان الناس تاخد بالها ونتحبس قبل ما نسرق. ما فيها جناين؟ ايوه يا عم فيها جناين طبعا، وعايش هو ومراته في اوضه في الجنينه دي. الله، ما هو ده عايشين هنا احنا هنسرقها ازاي؟ يا ابني دول شكلهم كبار في السن قوي، نيجي بالليل عنا يوم يا اما ناموا يا اما ماتوا. طب احنا هندخلها ازاي ومنين اصلا؟ بص يا دينا، الحته دي هننط من على السور ده، البواب مش هياخد باله. ولد عليا النعمه اتخلقت عشان تبقى حرام يا دلوقتي. ونركن العربيه هنا
بصوا الحاجة هننقلها صالونسي واحدة واحدة، عمر ما حد في المنطقة دي شفنا. طيب بقول لك يا شقيق، هي الفيلا اللي قدامنا دي يعني الناس اللي فيها مش هيحسوا بالحوارات اللي احنا هنعملها في الليلة؟ اصلا ما فيش حد ساكن في الفيلا دي يا ماجد. حلو قوي، عشان الدور الجاي يبقى عليهم برضو. بقول لك ايه، انت تقولينا بقى شغل الفيلا دي من جوه عامل ازاي عشان نعرف نسرق. اقول لك يا سيدي، تعالوا بس بعيد عن هنا. ها الفيلا دي عباره عن دورين، الدور الارضي ريسبشن. ده اسم كروك يا جماعه للفيلا كلها، عشان نبقى عارفين داخلين منين وخارجين منين، بدل ما نتقفش واحنا جوه تبقى مصيبه احنا مش ناقصين. هندسه، طب يعني ايه اهم حاجه في الشقه الكروك اللي انا مش فاهم فيه اي حاجه دي ممكن يتسرق؟ طب خد بالك، احنا عايزين ناخد زي ما بيقولوا كل ما قل وزنه وزاد ثمنه، خفاف يعني. انت لو بتتكلم في مجوهرات ولا في فلوس انسي ان هم يكون سايبين الحاجات دي ومسافرين. مفيش مشكله، مفيش مشكله يا اخوان، احنا ممكن ناخد المحمول او الكمبيوتر اللابتوب ده. يعني هيكون سايبين المحمول واللابتوب بتاعهم يعني يا ماجد؟ مفيش مشكله، احنا ممكن ناخد الاجهزه الكهربائيه. انا كده هتلاقي تلفزيون تفيدي، هتلاقي الحاجات دي. هو ده الكلام، احنا نتكلم في تفيديهات، في تلفزيونات، في البلاي ستيشن، الهوم سيترز، الحاجات دي. مفيش مشكله، وانا كلش واخدين الحاجه دي. يا كمان الله، في ايه يا جدعان مالكم؟ هو احنا رايحين نسرق الفيلا دي ولا رايحين نتمنها ونشوف ناقصها ايه؟ يا جدعان اسمعوا مني، الفيلا دي كنز، لو دخلنا جوه ودعبسنا شويه اكيد هنلاقي حاجات حلوه. ها ايوه يا جماعه، الفيلا مليانه، يعني مثلا الكريستالات السينيه، السجاجيد الهاند ميد، التحف الاصليه، اللوحات الكبيره، كل الحاجات دي موجوده وتجيب فلوس. ايوه بس احنا كده بقى محتاجين عربيه عشان نلم فيها الحاجه. عيب عليكم، انا عندي واحد صاحبي عنده عربيه ممكن اخدها منه الكام ساعه دول. اهم حاجه انه ما يبرشطش علينا ويقول عايز يجي معانا ويقسم معانا في القرشين. يا عم ما تقلقش، هاخدها منه يا بني جاموس. تفتكر هيرضى؟ يا عم بالطريقه يرضى. طيب لو كده ماشي، مفيش مشكله. تعالوا بقى نركز. ده الباب. وده السلم اللي هيطلع منه. كل اهو جه جه جه. فين يا عم؟ فين يالا؟ الراجل صاحب العربيه واقف بس طالب 200 جنيه، 100 كوبون في الاول و100 لما نرجع الحاجه. ايه يا عم مالكو؟ بصوا لبعض ليه؟ كل واحد يقلب نفسه يقلب معاه. انا معيش غير 10 جنيه تاني. انا عصفور. انا معايا 40 جنيه بس اهو، يلا. انا والله على جري من صحة ربنا. هات هات. انا معيش غير 30. هات. دول 80 جند؟ ماشي، ممكن اثبته بيهم. واجيب لكم العربية الرماحة. رماحة انت تجيب لنا بغلة. يا ابن الرماحة، هي العربية اسمها رماحة. يلا يا غالي. رماحة. يلا. يلا بس بسرعة بقى. طلع. طب يلا يا غالي. هات الرماحة بسرعة. تعود الوجه. اهو. ايه اللي جاي بيها؟ وسع 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 يا ابن الرماحة. يلا الكف. رمحتي علينا نعمل بغلة ارحم منها. ودي كم دونكي باور دي؟ كم دونكي؟ ايه دونكي باور دي يعني بتمشي؟ لا قصدك بترفض. خلاص يا اخوانا خلاص، اهي غسالة ومية مية. بقول لك ايه يا عم الخفيف انت وهو، ما اتدخلتوش ليه كده؟ رحت جبتوا عربياتكم. طب يلا يلا، لو قعدنا نرغي كده مش هنخلص. يلا يا عم نخلص. ايه يا عم العربية دي تحبسنا من قبل ما ننزل، انت مش شايف؟ ده صوتها هيلم علينا الناس اصلا من قبل السرقة. والله ماشي، وعهد الله رجعها. دي كان عندها زفه دلوقتي يا جماعه. خلاص يا عم انت خلاص، يلا يلا يا جماعه، يلا خلينا نخلص. ابص ايديكوا. يلا يلا مالك يلا؟ تخاف ولا ايه؟ مش خايف يا مالك، انا متضايق. متضايق ليه بس؟ ضايق عشان اللي احنا وصلنا له. عايز نفرح واحنا رايحين نسرق؟ احنا هنعمل ايه؟ انت هتقطمني. في حل تاني نقدر نعمله حل بيه الظروف اللي احنا فيها دي غير ده؟ مفيش. بصراحة مفيش. يا خالد احنا محتاجين فلوس. مش هنفضل في الفقر ده طول عمرنا. احنا مضطرين، والمضطر يركب الصعب يا اخي. ده وانت صادقة. المضطر يركب علبة الجبنة اللي احنا راكبينها دي. Thank you.
نتحرك بهدوء من غير ما اي حد يحس بينا، واهم حاجه ما نتمسكش في مين ولا لا. بقول لك ايه، تعرفي تسوقي؟ اه طبعا. طب خليكي هنا عشان لو حصل اي حاجه تاخدي العربيه وتطير، انت حرمه برضه. ايوه خلي العربيه دايره. يا سلام، واشمعنى يعني لو اي ما يقفش مكاني يعني؟ اشمعنى يعني اضطرت شويه؟ هو اي هو اللي حافظ الفيلا دي؟ وبعدين قال لك انت بنوته جميله تقفي بره. اقول لك ايه، انا زي زيكم بالظبط. اه انت يا عم انت وايا، وانا جايب ناس من حقوقي، انت ساق معايا. يلا خلص شوف مين هينط الاول. طيب احنا المفروض نعمل ايه يعني؟ مين فينا هيطلع؟ مين هيفتح لنا السكه؟ مين هينط؟ يا جدعان ده يا عم انت هتحط بصوا لبعض. يلا خلصوا. بصوا بقى، هنطلع مع السلم ده. السلم ده هيودينا على السفرة، بس بالراحة من غير صوت عشان البواب اوضته الناحية التانية. يلا ورايا. هات هات الشنطة. عندنا في المنطقه. يا لهوي، بتعمل ايه؟ ودور على واكل. ما كنتش من صلاحيه ربنا. واكل واكل ايه يا ابن الله يخرب بيتك؟ ما كنتش بتقول قبل ما تيجي؟ وبعدين ازاي هيكونوا سايبين اكل في الثلاجه وهم مسافرين؟ انت عبيط يا غبي. ده هو انتوا جايين تدوروا على الاكل هنا؟ دوروا على الاكل في المطبخ. مطبخ ايه؟ مطبخ ايه وصاحبي ايه ايه ايه؟ وانا جايب ولاد اختي في ايه مدفوع؟ احنا بنسرق. خلصونا. بقول لكم ايه، بطلوا هزار بدل ما هنتحبس. تعالوا ورايا، انا عارف الفيلا دي كويس. انا هقول لكم تعملوا ايه. يلا يا لهوش. يا جدعان البيت ده، بقول لكم يا جماعه خلي بالكم عشان هنا في فازات كبيره وغاليه وممكن تتكسر. حسن الله يخرب بيتك. حاضر حاضر، ما حصلش. ماشي. بقول لكم ايه، احنا هنلم كل الحاجه ونحطها في الجنينه، وبعد كده نبقى نحولها للعربية. ماشي يا جدعان، الحقوا كمبيوتر لابتوب اهو. كمبيوتر يا ده بارد يا جماعة. طب بهزار بقى، يلا خلينا نخلص. فين بقى السيفرات والبلاي ستيشن؟ ايوه السيفرات. شيء بلاي ستيشن اهو. ايه ده؟ في حسن النام يا راجل، نام. في صوت في الفيلا. لا مفيش حاجة. مش عارف انه محشي شريط. ايه اللي محشي شريط اللي انت تقوله؟ Thank you.
الشيطان الرجيم. أنا قلت إنها فيلا مسكونة. يلا كل واحد شوف هيعمل ايه. يلا في هدوء وركيز وبصر. تمام يلا 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 بيت وخارج الزفت يا احنا برضو غلطانين. حد يجر جاموسه ويروح يسرق بيها فجأة حيواتي لفتها يا الحمد لله يا عم ربنا سطرها ربنا سطرها. انجز بقى انجز للراجل يرجع تاني. طب يلا يا سيدي هات ورجنا. تعرف الواحده دي تتكلف كام؟ كام؟ 150 دولار على الاقل. يا ابوي خدهم كله. يا جدعان ايه؟ انا هنيت على حاجه في الجنينه. نخلص بس نقلها وبعد كده نشحنها في العربيه. تمام نزلوا الحاجات دي. دينا حط عينيها على الحاجه. يلا. يعني اديني امان؟ امان يا معلم. يلا يلا قبل ما يلا تعالوا تعالوا بسرعه. يلا وي شاهد رياضي؟ الفيلا شكلها فيها تحف ياما. يا عم تحف ايه؟ دي شكلها حاجات رخيصة. بص عاملة ازاي؟ يا عم احنا هنخسر ايه؟ هناخدهم نتمنهم ومين عارف يمكن في حد فين؟ في حد جاي يسخنك. حرامي! حرامي! عارف انا عارف بتقول لي ايه. قتلته بيدي يا مات. يا عم خلاص وطي صوتك انت هتفضحنا. قدم فرار يلا امشي يلا بس يلا. الراجل مات. لا الله يرحمه. تعالى بس دلوقتي يلا تعالى تعالى هتفضحنا. ما تطلعوش ما تتكلمش. ايه ده ايه ده قتلته يا مات.
قتلته بيدي. اهدى بس اهدى اهدى، ما حصلش حاجة يا عم، عايزين نمشي من هنا. يلا يا جدعان يلا، اهدى دلوقتي، انسى انسى اللي حصل، انسى. يلا يلا خلاص، يلا امشي، يلا يلا يا جدعان، يلا يلا خلاص. العب العب وانت العب. نزلوا حاجة على الضعيف، ضعيف خليه معاك، اقفوني الحاجة خليه معاك، نزلوا انتوا الحاجة. يلا تعال يلا انزل. شو يا ماجد؟ شو يا لؤي؟ يلا امسك. قتلته قتلته. اهدى اهدى اهدى، انا قتل اللي ما قتلتش اللي قتل ابوه، اكتر راجل ملوش اي ذنب. هو انت لو ما كنتش عملت كده يا خالد كنا اتمسكنا ومستقبلنا كان ضاع. انا مستقبلي ضاع يا دين. خلاص بقى يا خالد، بقول لك اهدى. يعني اهدى على فكره بقى، الراجل ممكن ما يكونش مات. وكتاب الله المجيد. ايوه. طب نعرف كيف؟ بكره هنعرف كل حاجه ان شاء الله. المهم انت تهدى دلوقتي بس عشان ما نروحش كلنا في داهيه. احنا هنروح فين دلوقتي يا طلعت؟ رايحين للسورس يا كبير، اللي هياخد الحاجه كلها شقله واحده. طب بالله عليك يا طلعت اوقف جنب اي تليفون عموما. ليه اشمعنى يعني؟ عايز اكلم الاسعاف يلحقوا الراجل اللي ساحب دمه ده. اه قول كده بقى. هو انت ما بتاكليش ليه يا زينه؟ كل بقول لك ايه؟ هو انت ما بتشوفيش الواد طلعت؟ ما بشوفوش. يعني ما حاولتيش تتصلي بيه كده ولا كده ولا تشوفيه هنا او هنا؟ وعرفنا سر العزوم، ما بشوفوش يا طول وما اعرفش عنه حاجه. عايز حاجه تاني؟ طب بالراحه شويه يا زينه. في ايه؟ الله. طب اقول لك ايه، تحاولي تتصلي كده تشوفيه هو فين. اتصلت عليه النهارده تليفونه مقفول. نلاقيه بقى. الواد ده راح فين؟ يا جماعه الشنطه دي فيها 25000 جنيه، هنقسمهم قسمه الحاج، كل واحد ياخد 5000 جنيه. قدر ما حصلش. هاي اه بس بقول لك ايه يا عم الحلو، انت وايه في 300 جنيه رايحين لصاحب العربيه. ايه يا عم، هما مش كانوا 200 جنيه يا عم انت ولا ايه؟ الله 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 الله، تبقى على حق الراجل اللي غلبان. كانوا 200 جنيه حلوه لما كنا هنقعد ساعتين بس، انما دلوقتي الليل واخر. الله، وانت عرفت منين يعني الراجل عايز يزود فلوس؟ في مصلحه في الحوار ده ولا ايه؟ ليه يا ابني؟ بتسرقوني ولا ايه يا جماعه؟ لا يا غالي مش القصد يعني. خلاص يا جدعان ارموا ال 300 جنيه ونخلص. ارموا له
يا ابني اتكلم بادب يا ابني، وانا كلبي قدامك هتجميل حتى عظمه. يا عم ما قلتش كلب ولا حاجه يا عم، انت واخد الموضوع سيرك ليه كده؟ يا ابني الراجل صاحبي وانا عارف هيقول ايه وهيطلب ايه. خلاص بقى غاليين، بقول لك يا لو يا لو عادي، صاحبه عايز يظبطه معانا في المصلحه، شايف الخير كتير ما فيهاش حاجه وبنكسر عينه. شافوناش واحنا بنسرق، شافونا واحنا بنتقاس. ازيك يا اسماعيل؟ ازيك يا استاذنا؟ عامل ايه؟ الحمد لله. بقى محلك معفن كده ليه يا اسماعيل؟ على قديمه. عندك لانشون؟ الحمد لله. طب لم لي كل الجبنه الرومي اللي عندك. عينيا يا استاذ. سبحان من يغير ولا يتغير. ولم لي كل الجبنه القريش اللي عندك. كمان. وثلاث كراتين بيض. وثلاث كراتين بيض، ماشي يا عسل. وعلبة الكراميلا دي. وعلبة الكراميلا دي، حاجة تانية يا عسل. في جبنة نستون؟ نستون في؟ ايه؟ ما بحبهاش أنا، مش عايزها. بلاش. امسك يا إسماعيل. وهات لي البتاع ده. خد. الزلوط اللانشون ده. خد الزلوط ده مش هيغلى عليك. امسك يا إسماعيل 300 جنيه. 300 جنيه حتة واحدة؟ اه، وصلي الحاجة على البيت يا إسماعيل. عينيا يا خالد الزك. ما تتأخرش يا إسماعيل. عينيا. حجي مهدي، حجي مهدي. ايه 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 في ايه؟ ازيك يا حجي مهدي؟ ايه يا خالد، ده مواعيد تخبط فيها على الناس برضو، صحتني من النوم يا اخي. الحق عليا، الفلوس جت من البلد قلت اجيبها لك. طب ما تجيب. ما انت شكلك نايم، اجي لك مره ثانيه. لا 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 لا، مفيش مشكله، خلاص خلاص هات يا عم. اجي لك مره ثانيه يا عم. خلاص هات الفلوس بقى. امسك الشهر اللي فات وخمس اشهر مجدد. تأمر بأي خدمة تانية؟ أأمر؟ ده أنا اللي تحت أمرك يا باشا. بص أنت تخلص. أنت عايز أقول لك إيه يا عماد؟ أنت عايز أقول لك إيه؟ أه. أنت مدين 300 جنيه. أه. خد 400. اللي أقول لك خسارة، خد ال 300 بتوعك أهو. يا خالد يا أخي، إحنا مش أصحاب، إحنا إخوات. أنت كده زعلتني والله. خالد أوعى تكون بعت حاجة عشان تتصرف. لا يا حبيبتي ما تخافيش. هجالي شوية فلوس من البلد، كام ألف جنيه كده. إيه ده بجد جالك فلوس؟ انت فاجئتنا. طب ما تعزمنا على حاجه يا اخي بمناسبه الفلوس اللي جاتلك. انت جيت في جمل من عيال جوز يا متر. وانت محتاج حد يعزمك يا عماد؟ انت راجل دلوقتي بتشتغل في جورنانين وبتقبض مهيتين. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق. انا مش بحسدك يا عماد، انا بس بنبهك انك اللي بتعمله ده دلوقتي غلط. انت راجل كاتب، مالك انت ومال الرسم الكاريكاتيري؟ ما هو عشان انت عشان مش مستوعبه الموضوع. يعني انت عندك مثلا مثال، يعني عمنا صلاح شاهين كان راجل. هو في اصلا وجه مقارنه بينك وبينه؟ صلاح شاهين ده كان حاله خاصه. يعني عماد كان حاله عفشه؟ طبعا. نعم ايوه، لانك كمان ما بتشتغلش في جورنال عادي، راح اشتغل في جورنال حكومه. يا نهار ابوك اسود، في حد يعمل اللي هي بتقوله ده؟ وماله يعني الجورنال القومي؟ الجورنال القومي ليه اهداف، اهداف اهداف نبيله، بيحمي البلد. وبعدين الجورنال القومي ده بيحافظ على الناس اللي معاه وبيقدرهم. انا باخد مرتب كويس جدا فيه. تحب تشتغل معانا؟ لا. قلل مين يا عم؟ افرش يا عم. افرش ليه يا عم؟ احنا هنطير القرشين يا عم. القرشين ايه؟ اشتري غير. صباح الفل يا غالي، عامل ايه؟ بقول لك احنا كنا عايزين بقى انصاص كده، انصاص لانصاص. اربع 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 لحمه ولا انصاص؟ اربع ايه؟ لا لا لا، انا هات لي فليب وفر. وفر عم وفر ايه يا عم؟ تطلب ما في فلوس في ليه؟ وفر انت ايش فاهمك انت؟ ده صوص. بفتيك عايز؟ بفتيك ايش؟ بفتيك واحد. بفتيك بقول لك هات لنا ظروفنا لحمه كتير. ها ظروفنا لحمه كتير، كتر من اللحوم. ايوه كتر من اللحوم. الله يكرمك حبيبي. بقول لك يا اخي عايز شاي تقيل سكر كتير. انا تفضل مديان البوز ده كتير في ايه؟ ما تروق شويه. مالك يا عم؟ فك شويه وروق الدنيا كده. ده احنا هنطلب كباب، انك تركب له مواصلتين عشان تاكل. انا قلقان يا اخوانا، انتوا مش حاسين بيا ليه؟ حاسين بيك يا ابني، بس طالما الراجل ما حصلوش حاجه يبقى احنا في امان. وانت ايش عرفك ان الراجل ما حصلوش حاجه؟ اشتريت كل الجرايد وما لقيتش ولا خبر عن الموضوع. هو ده برضه ما يطمنش يا اخوانا، بس الخبر مش هينزل كده في اول يوم سريع سريع، ده لازم ينتشر ويتوغل ويتسرب بعد كده ينزلوه. في ايه يا جدعان؟ انتوا مكبرين الموضوع كده ليه؟ اتصل يا عم لؤي بصاحبك، شوف لنا ايه الاخبار، اساله لنا كده على اي حاجه. ما ينفعش يا طلعت، هيحس ان انا عارف. طيب ماشي خلاص، سيبوني انا لما اقابله على الفيس هبقى
هبجرجر في الكلام كده واشوف ايه الميه. طب وبعدين الشك هيفضل ياكل في قلبي كده لحد ميته. ما تشغلش بالك يا خالد، صدقني انا متاكده من الكلام اللي انا بقوله لك. احنا في امان يا ابني. اول حاجه مفيش حد مسكنا، تاني حاجه مفيش حد شافنا، تالت حاجه بقى محدش بيشك فينا او يعرفنا اساسا، يبقى ليه القلق يا عم؟ وانت شاغل بالك ليه اصلا؟ عايز تطمن بقى على حق، تاخد بعضك الصبح كده وتشد الرحيل وتطلع على الفيلا وتقعد قدام الفيلا. خرج الراجل يبقى لسه عايش. وما خرجش يبقى تنفض للحوار الفاكسان ده. بقول لكم ايه، سيبنا بقى من الكلام ده، احنا عايزين نحتفل بالفلوس. تعالوا النهارده اسهركم سهره جامده قوي. هو ده حليب قلبي. المكنه فين؟ في مكان جامد قوي، لو عايزين تروحوا النهارده اظبط لكم ترابيزه على البيست. عم العالم اكتب لي دماغه حلو. اصيل دماغه حلو. اكتب اصيل معاك يا برنس العالم. او بالمره يعني نخرج الحاج خالج من المول اللي هو فيه. مالكش صالح يا ابن خالد، انا مش جاي معاك. وانا كمان مش جاي معاك. ليه بس يا ست الحسن؟ يا ساره تبقى ساره من غيرك عسل. انا بنته ما ينفعش اروح الاماكن دي، الاماكن بتاعت الاستاذ لؤي. خلاص يا جماعه خلي دودو براحتها. ماشي ماشي ماشي. شايل طاجن ستك كده ومادت بوزك شبرين يا ساتر. بتتحشم ايه مره انت؟ في حشم اكتر من كده؟ ماله ده؟ ده مساكب على الاخر يا اختي. اه صحيح، هو صاحبك مبوس كده ليه؟ واحده واحده عليها زوز، لسه الواد عضمه طري. ايه يا عم ما تعكرش صفت اللبن. اهدي اهدي. فرفش 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 كيف؟ بتقول له حاجه يا بجر انت؟ بقولك يا عم عادل، انت ولا عم صفوت ولا خالد، روق كده وانسى الجو اللي انت عايش فيه ده. ده موضوع فكسان اصلا. سيبك انت ياض، عليا النعمة، انا اول مرة اشوف بكار سهران في كباريه. روق ياض وبسط. هاف فن يا مان، تيكت ايزي، مفيش حاجة مستاهلة. صاحبك ده سعيدي قوي. جوزك يا بنت انت؟ الصعيده دول عمامكم، وعلى طلاق كلمه كمان اخسر الخماره دي على اللي فيها. يا اخويا السعيد واهل السعيد على راسي، ما تتحمقش قوي. انتوا عارفين يا اخوانا القعده دي ناقصها مين؟ بنت دينا. Ah!
عاملين اللي فيها افتوات. انتوا فاكرين نفسكم فين؟ في سويه؟ احنا هنا محل محترم. انا ممكن احبسكم دلوقتي كلكم. شايفين عاملين ايه في المحل؟ طلعت بوس امه. ايوه يا مستر سطوحي، بس احنا مش وقت عيال تتكلم معانا بالطريقه دي برضه، ما يصحش. شوف الكراكيب بتاعتك دي تساوي كام، واحنا ندفعهم لك على الجزمه القديمه. طب الكراكيب دي يا شاطر ب 20,000 جنيه. لا 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 لا، في ايه يا استاذ سطوحي؟ احنا كسرنا العربيه 28 ولا ايه؟ يا خفه انت كمان بتنكت؟ الحاجات دي ما تعملهاش ال 20,000 جنيه، الحاجات دي تعمل لها 15,500. يا حبيبي ما تنساش الناس اللي مشوا بالمحل، واهم من الناس دي سمعة المحل. لا لا الحقيقة لو لا انت عندك حق، يعني لو سمعة المحل لازم كلنا نخاف على شرفه، مش كده ولا ايه؟ عندك حق، لازم نشوف حل في الموضوع ده. بعدين يا استاذ سطوحي دي شوية كراسي اتكسرت، في غزية ماتت؟ لو في غزية ماتت اقول لك قال. وبعدين احنا هنعمل ايه؟ نسرق يعني عشان نجيب لك الفلوس؟ طب يا جماعة انا شايف اللي احنا ممشيها بلدي عشان نخلص من الحوار ده. احنا بالصلاة على النبي كده 10 رجالة، كل واحد فينا يطلع باكو وناهي على الحوار، وقدر ما حصلش واللي حصل ما يتكررش، وتوتو على كبوته. صح كده يا برنس، وادي اول 1000 جنيه مني على كبوته. مبسوط يا استاذ توتو؟ وانا ال1000 جنيه بتاعتي ايه؟ عليه النعمه ده تبذير. قدر ما حصلش. الله 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 الله، ما تفتح يا بقره يا جدعان. حيطه فوق بقى، عامل خفيف. وينفع كده يا جدعان؟ نبهدل البهدله دي وكمان نرجع على باب الله؟ بقينا مفلسين ومقشفرين. انت بتتكلم انت؟ لوش المشاكل والمصايب رايحه تعكس البيت يا عم؟ وعهد الله فاكرها بتشتغل في المكان. يا جدعان خلونا نفكر بقى في المصيبه اللي احنا فيها دي، احنا كلنا ما معناش فلوس دلوقتي. ايه؟ حتى انت يا ابن الاصول والزواد طلعت معفن ومفلس؟ حتى منك أنا. لله يا اخي، ده انا اول مره يحصل لي كده في حياتي. انا ما بقاش معايا جنيه في جيبي. بس 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 هنقعد نولول؟ هو ما فيش غير حل واحد، نرجع نسرق تاني. لا نسرق تاني لا يا ابني، لازم نسرق. ايوه يا جماعه، الحقيقه بعد الاحداث اللي مرينا بيها السرقه الاولانيه، انا شايف ان احنا يعني لازم نبقى دايما الاحجام اللي احنا مختارينها ضمن الاوساع اللي احنا عايزينها. احجام ايه يا عم واوساع؟ انا مش فاهم منك اي حاجه. يعني بالبلدي يا اخوانا لازم نبقى منظمين شويه، مخططين هنعمل ايه. احنا المره اللي فاتت كنا هنروح في الكلابوش. يا خيال انت مش فاكر ولا ايه؟ انا مش معاكم في موضوع السرقه ده. يا ابني افهم، هتلبس وتاكل وتشرب منين؟ هتصرف ان شاء الله لو هنزع الطره ان شاء الله. طب لما تتصرف بقى يا اخويا بقول لك اتصرف معاك لحسن ده على الاخر. الله، طب في حته ارض ناشفه هناك، روح بقى انت تصرف انت وهو، يعني او تصرفوا على روحكم هنا بس ولا نبعد يا ماجد. خلينا نتكلم بجد بقى يا اخي. طب ماشي، احنا مش حراميه، احنا ممكن نعمل اي حاجه تانية. الفلوس سهل ان احنا نجيبها، احنا ممكن ننصب انهم ما نسرقش. يا سلام، يعني نصب اللي مش حرام؟ يا اخي والنبي روح كده وانت سكران. على فكره يا جماعه احنا مش عارفين احنا اصلا بنقول ايه، خلينا نبقى نفوق وبعد كده نبقى نتكلم في الموضوع ده. يلا يا جدعان لازم نروح دلوقتي، حاسس اني عايز ارجع. طب يلا نروح. صح يلا. لازم كلنا نروح. ايه بس هي ساكن فين؟ اللي بيتي منين يا طلعت؟ الوي يا ماجد طلعت، اللي بيتي فين؟ انا في الصعيد كنت ساكن جنب الترعة، يبقى في مصر ساكن جنب النيل. طلعت وبقيت تلعب جوكر وبتشرب جوكر. عايز ايه اسماعيل؟ في واحد جه يسأل عليك. قال لك اسمه ايه؟ لا هو شكله كده صعيدي بلدياتك. قال لك مين؟ هو سألني بيجي امتى؟ قلت له بيجي بالليل متأخر.